يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. استروجين بريست كانسر ممنوع الاستروجين. ليفر ديزيز ممنوع الاستروجين. حصوه في المراره والتهاب في المراره ممنوع الاستروجين. جالها قبل كده جلطات هيستوري اوف ثرومبو امبوليزم ممنوع الاستروجين. مش كده؟ مفيش جالها هيستوري اوف اندوميتريال كارسوما او العائله فيه عندها في السيدات الام بقى ولا الخاله ولا مش عارف ايه فاميلي هيستوري اوف اندوميتريال كارسوما بلاش الاستروجين. عندها سكر بلاش الاستروجين. عندها ضغط بلاش استروجين. عندها هارت فيلير بلاش استروجين. خلاص مش محتاجه والله. في بس كلمتين صغيرين كده. فوق ال 35 خايف من الجلطات بلاش استروجين. بص كده في الكتاب هيستوري نمره واحد هيستوري اوف ثرومبو امبوليك ديزيز اور فاريكوز فينز. فاريكوز فينز دوالي المريء اللي ممكن يحصل فيها جلطات هي كمان. ممكن يحصل فيها نفسها جلطات. طيب بريست كانسر خلاص عرفناه اللي سميناه استروجين ديبندنت. ليفر ديزيز عرفناه عشان بيعمل هيباتيتس. دايابيتس عرفناه عشان بيعلي السكر. كارديو فاسكولار ديزيز هايبرتنشن ماشي. كوروناري هارت ديزيز ده تخاف من البروجستيرون. كوروناري هارت ديزيز يعني انجينا واشهر سبب للانجينا تصلب الشرايين. مين بقى بيعمل تصلب شرايين؟ مش الاستروجين. الاستروجين حمايه بيعلي الهاي دنسيتي. ممكن يكون الكلام ده منطبق اكتر على البروجستيرون. يوتراين فايبروميوماتا. يوتراين فايبروميوماتا الاورام الريفيه. الريفيه ايه؟ مالهاش دعوه بالريف خالص. هي اسمها اورام ليفيه. معلش سنه اولى بذلنا معاهم مجهود يعني ربنا ان شاء الله كده يجعله في ميزان حسناتهم هم اولا يعني. فخلاص الواحد يعني قرب ينسى اسمه والله من الضغط ومن المجهود اللي عملها. المهم يعني اسمها اورام ليفيه وليست اورام ريفيه. اسمها فايبروميوما او فايبروميوماتا ده جمع. بيقال ان الهرمونز دي الاستروجين بالذات يمكن بينشط او تكوين الاورام الليفيه. فلو هي جايه لك بورم ليفي عندها يوتراين تسموه فايبرويد بقى لو ما تعرفوا تاخدوه كده في النساء ممكن يكبر في الحجم ممكن حتى يتكون اورام ليفيه جديده. يبقى بلاش منه. خلاص؟ اللي بيجي لها مايجرين ممنوع. ما اعرفش كتب الكانسر كتب البريست كانسر وما كتبش الاندوميتريال كارسينوما صح؟ زودها بقى. من ضمن الحاجات زي ما قلت لك كده يكون في هيستوري اوف اندوميتريال كارسينوما او ساعات بيسموه سيرفايكال كارسينوما. السيدات فوق ال 35 لاحتمالات الجلطات العالي. undiagnosed vaginal bleeding يعني ايه بقى؟ يعني انت الست جالك بنزيف انت لسه ما شخصتهاش. جايلك بفاجينال بليدنج انت لسه ما شخصتهاش. كويس؟ في احتمال انها تكون فايبروميوما تكون ورم ليفي. في احتمال تكون كانسر صح؟ يوتراين كارسينوما. وفي احتمال تكون حاجه سمعناها النهارده الصبح اسمها فانكشنال او ديس فانكشنال يوتراين بليدنج. فاكر؟ طيب قبل ما اقرر ان انا اديها الاستروجين او الاستروجين والبروجستيرون لازم اتاكد ان ما فيش سرطان ولازم اتاكد ان مفيش ورم ليفي صح. لو لقيت مفيش حاجه خالص مفيش حاجه خالص بقى مفيش اي سبب للنزيف اعتبرها بقى فانكشنال يوتراين بليدنج اديها ساعتها الهرمون. لكن ما تديهاش قبل ما تشخص لانها لو كانت سرطان هتزود النمو بتاعه ولو كانت ورم ليفي هتزود النمو بتاعه. يبقى ده بالنسبه للاندايجنوزد فاجينال بليدنج. دراج انتراكشنز مش محتاجه شرح والله انا قلتها لكم مع الجزء بتاع او جزء منها يعني عشان ما بقاش حلفت غلط. فاكرين الاستروجين والبروجستيرون زيه بقى من الحاجات اللي بتتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز. قبل ما نبص في الكتاب بيتكسروا بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز. طيب لو انا اخدت استروجين او بروجستيرون مع هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر فاكر انت بقى فينيتوين فينوباربيتول ريفامبيسين حتى النيكوتين بتاع السجاير حاجات كتيره جدا بتنشط انزيمات الكبد. ساعتها الدواء هيتكسر بمعدل اسرع. الكونتراسيبتيف ده
معدل تكسيره هيزيد، يعني نسبة وجوده في الدم قلت، يعني نشاطه قل، يعني يحصل حمل. فلازم تعوض وتدي جرعة عالية. طيب الحاجة التانية، لو اديته العكس بقى، لو اديته مع انهيبيتور، هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور، مش عارفين نكسر الدواء، شغل الكونتراسبتيف يعلى، الأعراض الجانبية تزيد. معلومة قلناها من شوية، الاستروجين نفسه، الاستروجين نفسه في معظم الكتب هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور، فلو اتاخد مع ادويه تانية هيعطل تكسير الادويه التانية، فخلي بالك ما تعليش الجرعات بتاعت الاذر دراجز. طيب حاجه بقى مش محتاجه ذكاء، يعني الادويه دي الاستروجين بالذات عمل ثرومبو امبوليزم عشان نشط فاكتور 2 و7 و9 و10، صح؟ عكس مين بقى؟ يعاكس شغل مين بقى؟ يعاكس شغل الورفرين. الورفرين بيمنع الجلطات لانه بيمنع تكوين فاكتور 2 و7 و9 و10، يبقى عكسه بعض. طيب بدي عيان دواء ضغط، عيانه بقى عندها ضغط بتاخد دواء ضغط وبتاخد دواء فيه استروجين ككونتراسبتيف، الضغط ما يتصلحش، يبقى هم عكسه شغل عرض وتاثير الانتي هايبرتنسيف دراجز. ست عندها اديمه وبتاخد دايوريتك، تلاقي الاديمه ما بتحسنش لان انت بتدي استروجين بيعللها الميه والملح. ست عندها هارت فيلير، اعراضها ما بتتحسنش لانها بتاخد استروجين بيحوش لها ميه وملح. خلاص. البروجستيرون، البروجستيرون قلت لك من شويه كان وحش في الاثروسكلروزس، بيبقى مشكله لانه بيعلي اللو دنسيتي، يعاكس تاثير ادويه علاج الكوليسترول اللي احنا سمعناهم في موديول بتاع الكارديو فاسكولار، الانتي هايبر ليبيديميك دراجز. يبقى حتى لو انت يعني صعب حفظ الدراج انتراكشنز، خلاص الفكره واضحه قوي، هو بيعمل اديمه يعكس شغل الدايوريتكس، بيعلي الضغط بيعكس شغل ادويه الضغط، بيعمل هارت فيلر يعكس الانتي هايبرتنسيف دراجز، بيعمل جلطات يعاكس شغل الانتي كواجرانتس، مش كده؟ وقصه بقى الهيباتيك مايكروزومال انزيم اندكشن وانهيبيشن دي. طيب نبص في الكتاب كده نشوف مكتوب ايه في الدراج انتراكشنز. مكتوب اورال كونتراسبتيفز انتاجونايز ذا افكت اوف، طيب يعكس شغل مين بقى؟ ادي اول واحده اهي، اورال انتي كواجلانس، اشهر واحد طبعا في الطب تاريخيا هو الورفرين، مش كده؟ طيب اورال كونتراسبتيفز انكريز ليفل اوف بلاد كلوتينج فاكتور، انت حفظتهم 2 7 9 10، ده تماما عكس شغل الايه؟ الورفرين. طيب يعكس شغل سم انتي هايبرتنسيفز، او مش سم والله، هو يعكس شغل الهايبرتنسيف، يعني عموما لما بتجمع ميه وملح الضغط بيعلى. طيب يبقى الاورال كونتراسبتيفز بي انكريز بلاد بريشر، فتضيع تاثير او تقلل تاثير ادويه علاج الضغط. انتي هايبر كوليستيروليميك، ماشي، الاورال كونتراسبتيفز انكريز ذا ليفل اوف بلاد كوليسترول وترايجليسرايدز، مين بقى اللي بيعمل كده عشان يبقى كلامنا صح؟ البروجستيرون بيعلي اللو دنسيتي لايبوبروتين، الاستروجين بريء، الاستروجين بروتكتيف، بيعلي الهاي دنسيتي اللي هو الكوليسترول اللي قلنا عليه الصبح، ايه حلو وجميل. طيب اللي بعدها اورال كونتراسبتيفز افكت مي بي ريديوست، يعني باخد، مش باخد بقى الست بتاخد اورال كونتراسبتيفز وبتاخد حاجه تانيه تقلل شغلها، خلاص. فلما يقل تاثير الادويه تلاقي بقى مثلا لو بتاخد بروجستيرون كده يحصل بريك ثرو بليدنج، مش كده؟ احنا قلنا دايما بيحصل مع جرعات البروجستيرون الاقل من المطلوب. الاسوأ من كده بريجنسي مي اوكير، مع ايه بقى؟ نمره واحد متوقعه، انزيم انديوسرز، خلاص بزود نشاط الانزيمات الكبديه اللي بتكسر الاورال كونتراسبتيف، فتاثير الدواء بيقل. ريفامبيسين ده بتاع التي بي، الفينوباربيتون والفينيتوين بتوع السرعه، انتي ايبيليبتيك دراجز. مينرال اويل، السنه الجايه ان شاء الله هتعرف حاجه اسمها بارافين اويل، بيتاخد في علاج الامساك، بارافين اويل اللي هو يقصد بيه في الكتاب مينرال اويل، هو زيت مينرال، مش زيت، مش جاي من نبات، يعني مش جاي من نبات، ده جاي من مشتقات البترول. المهم الزيت ده لما بيتاخد في علاج الامساك بيقلل امتصاص الاورال كونتراسبتيفز، يبقى الست ساعتها عندها امساك وبتاخد راس منها الحمل وملتزمه وزي الفل، وتلاقي نفسها حامل لان الليكويد بارافين او البارافين اويل ده قلل امتصاص اقراص منها الحمل. يبقى مينرال اويل، خلاص عرفت اسمه بقى، عشان في الام سي كيو كلمه مينرال اويل دي غالبا مش هتلاقيها، هتلاقي الكلمه دي بارافين اويل او ليكويد بارافين، زيت البارافين بالعربي ملوش ترجمه بقى.
decrease intestinal absorption of oral steroids. Tobacco smoking, التدخين, التوباكو سموكينج ده فيه مشكلتين الحقيقة عكس بعض. هو بيزود تكسير الاستروجين ودي ما تهمناش بقى دلوقتي، مش هي دي المعضلة، لانه لما بيزود التكسير هيقلل تأثير الاستروجين. المشكلة ان هما الاثنين بيعملوا جلطات، هما الاثنين بيعملوا جلطات، فالتوباكو سموكينج ده يزود احتمالات الثرومبو امبوليزم. الانتي فايبرينوليتكس حاجه بقى من السنه اللي فاتت في البلاد اللي انت ما درستهاش، كان في عندنا مجموعه بتدوب الجلطات اسمها فايبرينوليتكس، خلاص بتعمل نزيف. لما اجي اعالج النزيف بتاعها بدي انتي فايبرينوليتكس بتعمل جلطات، مش كده؟ فهمنا الفكره؟ يعني فايبرينوليتكس يدوب الجلطه فممكن يحصل منه كعرض جانبي بليدنج. الانتي فايبرينوليتك بيوقف النزيف لانه بيكون جلطه، بيساعد تكوين الجلطه، فممكن يحصل جلطات في الجسم. يبقى عندك استروجين بيعمل جلطات لوحده، وعندك انتي فايبرينوليتك يبقى احتمال الجلطات يزيد قوي. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الاورال كونتراسيبتيفز. هو ده يا جماعه بقى الكام صفحه دول، 1 2 3 و3 كده، ده اهم حاجه في الموديول. طبعا كله هيجي في الام سي كيو، وهتلاقي فيه اسئله على اللي جاي لكن يعني ده الحاجه بقى الاساسيه ان شاء الله، عشان حتى ايه في اخر السنه ان شاء الله نبقى عارفين ايه الحاجات المهمه. هو بس احنا مضطرين نفصل لان الموبايل بيفضى شحنه، فمش هنتاخر ان شاء الله، هنشحن بس نديله كده دفعه معنويه ونرجع ان شاء الله نكمل على طول. نكمل ان شاء الله بقيه بقى الادويه اللي علينا باذن الله في الموديول الجميل ده. خلصنا الحاجه الاكثر اهميه اللي هي مجموعه الكونتراسيبتيفز. عندنا عنوان بقى هو الحقيقة سهل والله، بس مشكلته كالعادة في أسامي الأدوية. مجموعة الأدوية اللي اسمها أنتي إستروجين أو الإستروجين إنهيبيتورز أو الإستروجين أنتاجونست زي ما نحب نسميها بقى كله إن شاء الله صح، وحاجة اسمها أنتي بروجستيرون أو ممكن نسميها برضو بروجستيرون إنهيبيتورز بروجستيرون أنتاجونست. الأنتي إستروجين لو بصينا عليها هنلاقي فيه مجموعتين أساسيين، مجموعة اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، حاجه بقى جديده في الطب خالص نسبيا، يعني هي كانت جديده واحنا صغيرين شويه لكن لسه يعني تعتبر من الحاجات الجديده. سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور. موديوليتور دي يا جماعه معناها ايه بقى؟ اول مره نسمع يمكن الكلمه دي. لما اقول لك الدواء الفلاني ده موديوليتور يبقى ممكن يشتغل في بعض التيشوز كانه استروجين اجونيست، خلاص، ويشتغل في تيشوز تانية كأنه استروجين انتاجونست. سهل كده؟ يبقى كلمة سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور معناها ان شغل هذا الدواء يقول عليه تيشو ديبندنت، معتمد على التيشو، معتمد على نوع الاستروجين ريسبتور اللي موجود في بعض الاماكن، هيشتغل كأنه استروجين بالظبط، زي ما نحكي ان شاء الله دلوقتي في الهايبوثالامس والجزء بتاع البيتويتري والاف اس اتش والكلام ده، وفي اماكن تانية هيشتغل كانه انتي استروجين، كانه استروجين انتاجونست، خلاص. طيب من عندنا ان شاء الله 3 اسماء هنحفظهم، يمكن بالتقديم بالتاريخ الزمن يعني كان اول واحد فيهم ظهر اسمه كلوميفين سيتريت، كلوميفين سيتريت، وبعد كده ظهر تاموكسيفين، ده ظهر روكسيفين، مش مهم طبعا الترتيب الزمن يعني، لكن هم اللي يعرف بقى كل واحد بيشتغل طريقه شغله واستعمالاته طبعا مهمه قوي. المجموعة الثانية اسمها أروماتيز إنهيبيتورز. إيه بقى الأروماتيز ده إن شاء الله؟ كلكم فاكلكم إن شاء الله فاكرين بايوكيمستري وعارفين الأروماتيز ده هو الإنزيم اللي مسؤول عن تكوين الإستروجين من بريكيرسر اسمه أندروستيني دايون. واحد من الأندروجينز اسمه أندروستيني دايون بيتحول عن طريق الأروماتيز إنزيم بيدينا إستروجين. خلاص؟ طيب أنا دلوقتي هدي أدوية اسمها إستروجين إنهيبيتور، مش كده؟ أنتي إستروجين. همنع تكوين الاستروجين ازاي؟ همنع الاروماتيز انزيم، فيسموا المجموعه دي اروماتيز انهيبيتورز. طيب منع تكوين الاستروجين هنعرف الميزه اللي فيها، لكن احيانا بقى هتعلي الاندروجين، هتعلي الاندروستيني دايون فتعمل مشاكل. هي نفسها فيها مجموعتين، مجموعه اسمها ريفرسبل، يعني هتعطل الاروماتيز انزيم شويه وبعد كده يرجع يشتغل، خلاص. تركيبتهم الكيميائيه اسمها نون ستيرويدال، الكيمياء بتاعت هذه المجموعه اسمها نون ستيرويدال، مش ستيرويد في الاستراكشر بتاعها. المجموعه الثانيه اسمها ايرريفرسبل. ايرريفرسبل يعني هذا الانزيم انتهى شغله خلاص، مش هقدر
احول الاندروستين دايون الى استروجين لحد ما اكون اروماتيز جديد، نقول عليهم ايرريفرسبل. خلاص تركيبتهم ستيرويدا ليهم اسم لطيف قوي يسموهم سويسايد انهيبيتور. سويسايد انهيبيتور عملوا ايه بقى؟ رموا نفسهم على الاروماتيز، مسكوا في الاروماتيز مش هيفكوا منه ابدا، بس هم نفسهم اتدمروا، هم نفسهم حصل لهم ديستراكشن، بس انت او يعني ان اكتيفيشن، هم نفسهم بقى لما تكسروا مش مهم، المهم ان الانزيم ده ما عادش بيشتغل، المهم ان الانزيم نفسه ما عادش بيعمل اكشن، ما عادش قادر ان هو يصنع لي استروجين من الاندروستيني ده لو. يبقى دي الفكره بتاعت مجموعه الانتي استروجينز كده. طيب نيجي بقى لاول مجموعه اللي اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز. كانوا زمان فاكرين ان هم بارشال اجونيستس، مش عايز بقى ايه ادخل في تفاصيل انت يعني اكيد مش فاكرها اصلا يعني ايه كلمه بارشال اجونيست. المهم ان احنا اتفقنا ان شغلهم استيشو ديبندنت، معتمد على النسيج نفسه، في بعض الانسجه هيشتغل كانه استروجين فيقولوا عليه استروجين لايك او استروجين اجونيست، وفي اماكن تانية هيشتغل كانه استروجين بلوكر او استروجين انتاجونيست. ده المكتوب عندنا بقى كده SERMs are a class of estrogen related compounds، هم مركبات شبيهة بالاستروجين أو مشتقات من الاستروجين that display selective agonism. يعني زي ما قلت لك كده في أماكن معينة agonism يعني اشتغلوا كأنهم agonist كأنهم استروجين بالظبط، or antagonism قفلوا بقى الريسبتور بتاع الاستروجين فيبقوا anti estrogen. for estrogen receptors depending on the tissue type. خلاص يبقى كلمة tissue dependent دي مشهورة جدا معاهم، شغلهم معتمد على النسيج اللي هيشتغلوا عليه. طيب أول واحد اسمه تاموكسيفين أو تاموكسيفين أنت وزوقك يعني. خلاص طيب بص كده على الانديكيشنز هتلاقي مكتوب نمرة واحد treatment of metastatic breast cancer. تعال نفتكر بقى يا ترى هو هنا اشتغل كاستروجين اجونست ولا استروجين انتاجونست؟ غالبا اشتغل كانتاجونست مش كده؟ فاكر البريست كانسر ده كان يتقال عليه استروجين ديبندنت، الاستروجين بينمي الخلايا السرطانيه، فلما تدي التاموكسيفين انت اشتغلت كانك انتي استروجين على البريست تيشو، فقدرت تعالج مش بس البريست كانسر، كمان ده لو في ميتاستاسيس كمان، يعني لو البريست كانسر وصل مثلا زي ما انتوا عارف كده البي بي ال ال، فاكر كده في الكانسر يوصل للبول يوصل للبرين يوصل لللنج يوصل للليفر، حتى لو وصل لهذه الاماكن كميتاستاتيك تيشو يعالج. طيب يبقى دي ميزه حلوه قوي. نمره 2 ادجوفنت ثيرابي افتر ماستكتومي اور راديشن. هو عايز اقول لك معلومه طبيه طبعا متقدمه شويه، هو لوحده في علاج البريست كانسر مش هيقدر يعالج السرطان نفسه، يعني مش هيقدر يضيع النمو السرطاني اللي موجود في البريست تيشو، نظريا يقدر طبعا لانه انتي استروجين كويس، لكن بيعملوا ايه بقى؟ يشيلوا البريست جراحيا او يشيلوا يعني السرطان اللي في البريست جراحيا يسموه ماستكتومي مش كده؟ او يدمروا الخلايا السرطانيه بالاشعاع يسموها راديوثيرابي، وياخدوا معاه الستات بقى يدوهم التاموكسيفين ده كدواء مساعد، كدواء مساعد عشان يموت الخلايا السرطانيه المعتمده على وجود الاستروجين. يبقى دايما افتكر كده على طول تاموكسيفين دايما كده ريفلكس، يبقى ده بتاع البريست كانسر. خلاص التاموكسيفين بتاع البريست كانسر يتاخد في علاج البريست كانسر، بس معاه بقى الحاجات اللي ايه الاساسيه اللي هو الماستكتومي ازاله الورم جراحيا وراديوثيرابي، ويتاخد ده عشان يموت الميتاستاتيك بريست تيشو. طب عيوبه، بص كده على عيوب هوت فلاشز. هوت فلاشز هي حصلت امتى الهوت فلاشز؟ النهارده كده في الصبح لما بدانا نشتغل حصلت في المينوبوز نتيجه نقص الاستروجين، يبقى كانه هو ساعتها اشتغل كانه انتي استروجين صح؟ ما دام عمل هوت فلاشز كانه ضيع شغل الاستروجين. ماشي زي ما قلت لك دي حته بقى بتاعت الهايبوثالاموس وتنظيم الحراره ومفيش داعي ايه للخوض في التفاصيل. بص اللي بعدها انكريز ريسك اوف اندوميتريال كانسر. ايه ده؟ يعني هو يعالج سرطان البريست يبقى انتي استروجين ويجي على الاندوميتريال كارسينوما ينشطها او يتسبب في حدوثها يزود احتمالات حدوثها، يعني اشتغل كانه استروجين لايك. خلاص ما تستغربش لان هو تيشو ديبندنت على حسب نوع الريسبتورز اللي موجود في التيشو. خلاص يبقى عالج سرطان البريست، لكن من ضمن عيوبه الكارثيه ان ممكن يعملك اندوميتريال كارسينوم. طبعا انت عرفت بقى الحل بقى انك انت تدي معاه بروجستيرون بقى. طيب increase risk of deep venous thrombosis، فاكر انت
ثرومبوامبوليزم بتاع الاستروجين صح، بيعمل لي جلطات في الاورده العميقه ويتحرك الجلطه وتوصل للرئه تعمل لي بالمونري امبوليزم، يبقى كانه اشتغل استروجين، كانه اشتغل استروجين خلاص، يبقى هو انتي استروجين. عشان نلم الموضوع بقى، انتي استروجين فين؟ على البريست تيشو او على الميتاستاتيك بريست كارسينوم. امال استروجين لايك فين بقى؟ في الهايبوثالامس حته الهوت فلاشز، استروجين لايك في الاندوميتريوم عمل الست اندوميتريال كارسينوما، استروجين لايك في البلد صح، زود تكوين فاكتور 2 7 9 10. اتمنى ان شاء الله الامور تكون واضحه، لان الادويه دي من اصعب الادويه فهما وتخيلا. طيب اللي بعده دواء نمره 2 اسمه رالوكسيفين. رالوكسيفين طيب الرالوكسيفين ده يعني برضو اول ما يجي في ذهنك كده رالوكسيفين، يعني ده قلنا عليه بريست صح، رالوكسيفين بريست وبون. هو الاستروجين علاقته بالعظام ما قلناهاش خالص، دي ما جاتش سيرتها والله، ما اعرفش الكتاب برضو بيشيل كده حاجات تفاجئ بقى بعد كده ان انت كان المفروض تقولها يعني او تعرفها. الاستروجين يا جماعه في العظام، في العظام بناء، الاستروجين في العظم بناء. تعرف في عندنا ان شاء الله هنقول دلوقتي باذن الله الكلام بتاع العظم ده، بس عندك انت في العظم نوعين من الخلايا شغالين، نوع اسمه اوستيوبلاستس اللي بتبني صح، وخلايا اسمها اوستيوكلاستس اللي بتهدم صح، الاثنين شغالين في بالانس بين الاثنين، في بيبني وفي بيشيل القديم ويبني جديد وهكذا. لما الاستروجين بيقل بعد المينوبوز في البوست مينوبوزال سيندروم بقى، من ضمن الاعراض المشهوره جدا وما اعرفش حاجه ليه ما قالهاش وانا غلطت الحقيقه انا ما قلتهاش وقتها، بس هي بنصلح غلطتنا. من ضمن الاعراض المشهوره جدا في البوست مينوبوزال فيميل اوستيوبوروسيس، هشاشه العظام. الاوستيوبوروسيس ده من علامات، انت سمعت هوت فلاشز وقعدت تقول لك الست جلدها بيحمر وبتحس بحراره صح، سمعت الاتروفي اوف ذا فاجينا بعد المينوبوز مش كده، لكن يمكن بقى اكتر حاجه مزعجه في الستات بعد المينوبوز هو هشاشه العظام، لان الاستروجين كان بناء على العظام. طيب تعال بقى كده نرجع للرالوكسيفين ده. No effect on the endometrium. يعني ايه no effect on the endometrium؟ ما تخافش منه، ما تخافش منه، مش هيعمل لك endometrial carcinoma زي اخونا التاموكسيفين ده. طيب effective for prevention and the treatment of osteoporosis، يتاخد في الوقايه وعلاج هشاشه العظام. يبقى بالله عليك بقى اشتغل يا ترى استروجين اجونست ولا استروجين انتاجونست؟ لا اشتغل، اشتغل اجونست، لان الاستروجين بناء، يبقى اشتغل هنا على البون استروجين لايك او استروجين اجونست. اللي بعدها ريدكشن اوف ريسك او ان ريسك اوف بريست كانسر، اشتغل زي التاموكسيفين على البريست، يعني اشتغل استروجين اجونست ولا انتاجونست؟ لا على البريست بقى، يبقى انتاجونست، يبقى هو على البون اجونست وعلى البريست انتاجونست. فعشان كده بيتاخد مهم او في علاج الاوستيوبوروسيس ويتاخد في الكانسر بتاع البريست. ده بالنسبه للرالوكسيفين. كاتب لك بقى الاعراض الجانبيه، does not relieve post menopausal hot flushes، ما بيضيعش الهوت فلاشز، يعني شبه التاموكسيفين شويه مش كده، والتاموكسيفين عملها الحقيقه مش كده، ده ما عملهاش بس ما عالجهاش ما اشتغلش هنا كانتي استروجين ولا كاستروجين لايك، ماليش دعوه بقى بالهايبوثالامس يعني. طيب effective for prevention، لا ده خلاص قلناها فين، increase risk of venous thromboembolism، هي دي الخيبه على venous thromboembolism ده. التاموكسيفين عملها استروجين لايك على الدم، رالوكسيفين عملها برضو استروجين لايك على البلد، يبقى الاثنين يعملوا جلطات خلاص، الاثنين يعملوا جلطات. الفرق الاساسي بقى بين التاموكسي والرالوكسي ان التاموكسيفين عمل بريست، عمل اسف اندوميتريال كارسينوم، الاثنين عالجوا البريست كارسينوم او منعوا الريسك صح، لكن على الاندوميتريوم التاموكسيفين يزود احتمالات الاندوميتريال كارسينوما، الاخ تاني اللي اسمه الرالوكسيفين ده بريء ما بيزودش احتمالات اليوتراين او الاندوميتريال كارسينوما، ملوش تاثير، الاثنين زي بعض عملوا مشكله الدي في تي، الاثنين زي بعض صلحوا البريست. الميزه بقى زياده في الرالوكسيفين ده هو البون بيبني العظام كانه استروجين بالظبط، يبقى استروجين اجونست وبالتالي مهم قوي في الاوستيوبوروسيس. طيب خلصنا كده بقى من الايه؟ الرالوكسيفين. اخر واحد اللي هو القديم بقى اسمه كلوميفين سيترات. كلوميفين
سيتريت. انا مش عايز الخبطك واقول لك تعالى على صفحه كذا وبعدين نرجع لهنا، بس هو شرحه جاي بعدين بشكل مكبر عن كده. هو اللي مطلوب بس نعرفه، خلاص عرفنا بقى الجمله الاولى، هو استروجين ريسبتور موديريتور عند الاستروجين ريسبتور، يعني بيشتغل اجونست وانتاجونست حسب التيشو زي ما قلنا مليون مره. طب بص بقى على الاهم، استعمال ليه تو انديوس اوفيوليشن، تو انديوس اوفيوليشن يوزد از اوفيوليشن انديوسنج ايجنت، هنبص عليه حالا ان شاء الله في الادويه اللي جايه. بس تعالى نفكر مع بعض كده، انت فاكر الهايبوثالامس كان بيطلع جونادوتروفين ريليزنج هرمون، الجونادوتروفين ريليزنج هرمون يروح على الانتيريور بيتويتري يخليها تطلع جونادوتروفينز الاف اس اتش والال اتش، مش كده؟ الاف اس اتش ده هيعمل اندكشن اوف اوفيوليشن، الاوفيريان فوليكل بقى تكبر ويحصل اوفيوليشن، المهم هتكون لي ايه بقى، ايه؟ استروجين، صح؟ لما بيطلع استروجين بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، مين على ده؟ على الهايبوثالامس وعلى الاف اس اتش، مش ده الفسيولوجي؟ طيب حضرتك النهارده هتدي دواء بيشتغل على الهايبوثالامس كانه استروجين، يقول عليه بقى يا ترى اجونست ولا انتاجونست؟ لا، يشتغل على الجزء بتاع الهايبوثالامس. انا عايز اعمل ايه بس الاول؟ تعالى نفتكر كده مع بعض، عايز اعمل اوفيليشن، صح؟ يعني عايز اعمل ايه في الاف اس اتش؟ عايز اعليه، مش كده؟ عايز اعلي الاف اس اتش. طيب يا ترى ادي حاجه تشتغل زي الاستروجين تقوم تعمل لي كده، ولا ادي حاجه تشتغل انتي استروجين؟ انتي استروجين يعني ايه بقى؟ منعت النيجاتيف فيدباك. تعال فكر فيها بقى، انتي استروجين منعت النيجاتيف فيدباك انهبيشن، يعني ما عادش الاستروجين بيعمل نيجاتيف فيدباك، يعني الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز هتعلى، الفوليكل ستيميوليتنج هرمون هيعلى فينديوس الاوفيوليشن، خلاص؟ يبقى كانه هو على مستوى الهايبوثالامس والانتيريور بيتويتري اشتغل كانه انتي استروجين، كانه انتي استروجين. يبقى عشان كده اسمه ايه بقى؟ اندكشن اوف اوفيوليشن. وصلت يا شباب؟ بالعربي بقى نفي النفي اثبات، صح؟ فاكر انت الجمله دي بتعدي علينا في الفارما كده كل شويه، الاستروجين بينهبت الاف اس اتش، صح؟ الدواء اللي اسمه كلوميفين انهبتس شغل الاستروجين، صح كده؟ يعني انهبتس ذا انهبيتوري افكت اوف استروجين على الاف اس اتش، كانك في الاخر بقى عملت ايه؟ عليت الاف اس اتش. يبقى دي شغله على مستوى الاندكشن اوف اوفيليشن، هيجي ذكره بعد شويه. خلاص انت عرفت بقى ان هو ازاي هيعلي الاف اس اتش وازاي هيعلي بالتالي او يزود احتماليه الاوفيوليشن. طيب ادي المجموعه خلاص خلصت ان شاء الله، فاكرينها مش كده؟ خلاص تاموكسيفين بتاع البريست عالج البريست كانسر، بس عمل لي مشكله ترومبو امبوليزم يبقى زي الاستروجين في الدم، وعمل لي مشكله اندوميتريال كارسينوما، وعمل لي مشكله هوت فلاشز يبقى زي الاستروجين في زي الاستروجين على البلد يعني وعلى الاندوميتريا. طيب رالوكسيفين ده بتاع البريست، وقايه وعلاج ممكن من البريست كارسينوما، يبقى اشتغل انتي استروجين، وعلى البون اشتغل استروجين عالج الاوستيوبوروز، ملوش دعوه بالاندوميتريا الكارسينوما وما يعالجش الهوت فلاشز، بس عيبه انه ممكن يعمل لنا مشكله الثرومبو امبوليزم. كلوميفين دوره الاساسي هنا، الكلوميفين انتي استروجين على مستوى الهايبوثالامس والبيتويتري. تعالى بقى المجموعه الثانيه اللي هي الاروماتيز انهبيتورز، يعني منعنا الاستروجين سينثيسيس، منعنا الانزيم اللي بيحضر لي او بيصنع لي من الاندروستيني دايون الاندروجين بريكيرسر ده بيتصنع منه استروجين. بس خلي بالك الكلام ده انت اكيد عارفه في الباي، ولا واثق والله ان انت المفروض انت اللي تشرح لي، الانسجه اللي بتصنع الاستروجين، الانسجه اللي بتصنع الاستروجين في منها طبعا اهمها الاوفري، مش كده؟ وبعد كده بقى البلاسينتا اثناء الحمل، وفي انسجه تانية بره الاوفري، بره الاوفري بتقدر تصنع استروجين، خلاص؟ طيب اللي بره الاوفري بيتصنع فين؟ بيتصنع في الليفر، بيتصنع في المسلز، بيتصنع في الاديبوس تيشو، بيتصنع بكميات صغيره على مستوى الجلد، خلاص؟ بيتصنع في البريست بالذات لو في بقى مالجنسي. طيب يبقى كل دي بقى انسجه تقدر تصنع استروجين من ايه بقى؟ من الاندروستيني دايون اللي هو الاندروجين بريكرسر. مين الانزيم اللي بيحول
الاندروستيني دايون، لو كتبنا كده بقى ايه البريكيرسر اهو، اندروستيني دايون هيتحول الى استروجين في الاماكن اللي ذكرناها دي عن طريق انزيم اسمه اروماتيز انزيم، صح؟ طيب ايه حضرتك بتدي النهارده ايه بقى؟ بتدي حاجه اسمها اروماتيز انهبيتور. خلاص ظهرت الرؤيه، صح؟ يبقى انت منعت تكوين الاستروجين في هذه الاماكن. منعت تكوين الاستروجين في هذه الاماكن. طيب استفدت حضرتك ايه لما منعت الاستروجين؟ تعال نفكر فيها كده. ما انا كان عندي سرطان بتاع الاندوميتريوم وسرطان بتاع البريست، دول كانوا معتمدين على وجود الاستروجين. لما تقلل الاستروجين بالذات في البريست بقى، لما تقلل الاستروجين في البريست يبقى انت قدرت الى حد كبير تصلح مشكله الكارسينوم اوف ذا بريست. هنقرا مع بعض دلوقتي ان شاء الله، عشان لو كنت بألف هقول لك. خلاص بس ده منطقي، منطقي منعت تكوين الاستروجين في البريست. شوف عملت كده، عملت حاجه جميله جدا. طيب ايه تاني؟ فاكر الاستروجين لما كان بيتكون كان بيعمل ايه هنا؟ لسه قدامنا اهي الحمد لله. بس كل ما طلع استروجين كل ما عمل انهبيشن على جونادوتروفين ريليزنج هرمون وفوليكل ستيموليتنج هرمون. طب حضرتك دلوقتي قللت قوي الاستروجين، فكر فيها بقى كده، قللت الاستروجين يعني تحررت من النيجاتيف فيدباك، مش كده؟ تحررت من النيجاتيف فيدباك. يعني ايه بقى؟ يبدا الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز يعلو، يبدا الاف اس اتش يعلى، ينديوس اوفيوليشن. يبقى انت بدون مذاكره كتير عرفت ان انت في الفايده في منع تكوين الاستروجين عن طريق ان انا اعمل انهبيشن لانزيم اسمه الاروماتيز. يبقى انا استفدت حاجتين، قللت احتماليه البريست كانسر اللي هو استروجين ديبندنت، وعملت اندكشن اوف اوفيوليشن. عملتها ازاي؟ مفيش استروجين وبالتالي مفيش نيجاتيف فيدباك، يبدا جونادوتروفين ريليزنج هرمونز يعلو والفوليكل ستيميليتنج هرمون يعلى. يبقى حضرتك اخدت بالك ان انا عندي دوايين اقدر اعمل بيهم اندكشن اوف اوفيوليشن، فاكرينهم؟ الكلوميفين اللي هو سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور، كان وظيفته انه يعاكس شغل الاستروجين على الهايبوثالاموس والبيتويتري، نفي النفي. والطريقه الثانيه امنع تكوين الاستروجين باي انهيبيشن اوف اروماتيز انزيم بالمجموعه دي اللي اسمها اروماتيز انهيبيتورز. طيب تعالى بقى بص كده ايه الكلمتين اللي موجودين عندنا في الكتاب، اروماتيز انهيبيتورز اسمهم كده اي ايز، اي اختصار اروماتيز اللي هو الانزيم، واي اختصار انهيبيتور، والاس دي للجمع. طيب ديكريز ذا برودكشن اوف استروجين، ماشي. وبعدين كاتب لك بقى حاجه ايه بايوكيمستري فيسيولوجي، الاروماتيز ده is responsible for the extra adrenal synthesis of androgen of estrogen. extra adrenal اعتقد ان هو يقصد بيه بره الاوفريز وبره الادرينال سوب الادرينال كورتكس يعني. From androstenedione which takes place، بيحصل فين بقى هذا التفاعل؟ في الاكسترا ادرينال تيشوز، يعني ليفر، جلد زي ما قلنا، اديبوس تيشو، ماسلز، بريست، تمام؟ طيب بما فيها البريست مالجنسي. Peripheral aromatization is important source of estrogen in postmenopausal women. الستات خلاص الاوفري عندهم خلاص خلص شطب، فما فيش استروجين طالع من الاوفري، مش كده؟ فالاروماتيز ده يخلي لسه عندهم قدره على تصنيع الاستروجين من طيب عندنا نوعين بقى من الاروماتيز انهبيتورز، وعلى فكره دي قاعده في اي انزيم انهبيتور، يبقى ريفرسيبل وايرريفرسيبل، مش كده؟ سمعناها مع النون ستيرويد الاسبرين كان ايرريفرسيبل والباقيين ريفرسيبل، سمعناها زمان او ما سمعناهاش، انت دفعتكم ما سمعتش حاجه في الاوتونوميك، مع الانتي كولين استريزس ريفرسيبل وايرريفرسيبل، يبقى نفس القانون. اللي بيشتغلوا ايرريفرسيبل خلاص عرفت معناهم بقى، بيمسكوا في الانزيم ويمنعوا شغله الى الابد، لحد ما جسم الست بقى يصنع انزيم جديد. يبقى ده مكتوب كده ويتش بايندز بيرمننتلي، بيمسك بشكل دائم في الاروماتيز انزيم، وسميناه بقى اسم جميل قوي، سويسايد انهبيتور. مش عايز اقلب عليك المواجع والله، بس فاكر حاجه كان اسمها بيتا لاكتاميز انهبيتورز في الانتيبيوتكس؟ فاكر كده كان في بيتا لاكتاميز طالع من البكتيريا بيكسر البيتا لاكتام رينج، فيخلي مثلا البنسلينز معظمها كده كان بيتكسر بالبيتا لاكتاميز وما يشتغلش، ما يموتش بكتيريا، فطلعوا حاجه اسمها بيتا لاكتاميز انهبيتورز، كان يتقال عليهم كده، كان يتقال عليهم سويسايد انهبيتور، ضحوا بنفسهم عشان يحافظوا على البنسلين. دول بقى ضحوا بنفسهم
عشان يحافظوا يعني يمنعوا بقى شغل الانزيم. طيب اكزامبل دواء اسمه صعب واتمنى ان شاء الله ما يجيش في الام سي كيو لانك هتقعد تدور عليه مش هتفتكر مكانه، اسمه اكزيمستان، اكزيمستان او اكزيمستين انت وعلامك بقى. خلاص ده ستيرويدال اروماتيز انهبيتور. عيبهم ايه بقى؟ عيبهم ايه لما توقف خالص الاروماتيز ده نهائيا كده لحد ما تصنع جديد؟ الاندروجين ده هيعلى، صح؟ هيبدا يعلى الاندروستيني ده، وده اندروجين يعني هيعمل في الستات اللي بياخدوه اعراض ذكوره، تلاقي بقى الصوت والشعر وحب الشباب هنقول ان شاء الله دلوقتي، بس ده متوقع يعني. النون ستيرويدال بقى دول اللي بيستخدموا فعلا طبيا، النون ستيرويدال which bind reversibly to aromatase زي ده اسمه لتريزول. لتريزول يبقى في اكزيمستين ده ستيرويدال irreversible، وفي بقى مجموعه ثانيه نون ستيرويدال ريفرسيبل ده اسمه لتريزول. ده بيستخدم في ايه؟ خلاص انت عرفت الاستعماليه، مش عارف مش محتاج ان انا اقرا لك بقى. بيتاخد في الكانسر بريست ويتاخد تو انديوس اوفيوليشن، اندكشن اوف اوفيوليشن. كاتب لك تحتها بقى جمله ات از ديفويد فروم، مالوش قوي اعراض اندروجينيك، انت عطلت الانزيم لكن ما يعانيش قوي، ما يعانيش قوي الاندروستيني ده خلاص، فما فيش اعراض ذكوره عكس مجموعه الاستيرويد. يبقى عشان كده كاتب ات از ديفويد فروم، ليس له يعني محروم من الاندروجينيك سايد افكت اوف ستيرويد. وانت عارف طبعا الاندروجينيك سايد افكت تالي اكيد عارفها مش كده؟ الاكني، الهيرشيتيزم، الصوت ديبنينج اوف فويس، المسلز، المشكله مثلا بتاعه السكشوال ديزاير، واخد بالك؟ يبقى ده كله نتيجه زياده الاندروجين في الجسم. طيب يبقى خلصنا كده من الانتي استروجينز. الانتي بروجستيرون، الانتي بروجستيرون هم في الكتاب دوين فكفايه خلاص هم دول ماشي. ده اسمه ميفيبريستون او مايفيبريستون زي ما تحب تنطقه بقى. ده بلوكر بيقفل البروجستيرون ريسبتور، فمكتوب جنبه كده inhibits the activity of progesterone، ومكتوب تحتها it binds to progesterone receptors with no progesterone activity. طب ما تقول لي يا عم كلمة سهلة في الفرم، أنا عارف إن في حاجة اسمها agonist وعارف إن في حاجة اسمها antagonist، هو مين فيهم؟ هو antagonist، هو بيقفل البروجستيرون ريسبتور، ملوش قدرة إنه يشغل الريسبتورز دي، يبقى هو بيشتغل as progesterone antagonist. طب اللي بعدها it also binds to glucocorticoid receptors، بيمسك كمان في الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز. هو مين كان اشهر دواء او اشهر هرمون جلوكوكورتيكويد؟ الكورتيزول طبعا، الكورتيزول. لا فده يشتغل كانه انتي كورتيزول. طيب النقطه اللي بعد كده it interferes with progesterone، بيعطل شغل البروجستيرون. مفيش حاجه اسمها ذا بروجستيرون، الدواء ما اتقالش قبله ذا، بس مش مشكله ولا الهرمون ماشي خلاص. يبقى هو بيعطل شغل البروجستيرون، وبروفد فيري افكتيف، ثبت كفاءه جدا منه ان تيرمينيتنج ايرلي بريجنانسي. المصريين يا جماعه بيقول لك على البروجستيرون كلمه حلوه قوي، يقول لك البروجستيرون ده هو اللي بيثبت الحمل. البروجستيرون بيثبت الحمل. فاكر لما قلنا من شويه في استعمالات البروجستيرون، عارف شوية دي كانت قد ايه بقى بس من شوية كتير، فاكر لما قلنا من استعمالات البروجستيرون حاجة اسمها الديسمينوريا، وقلنا ساعتها الديسمينوريا معناها ان في تقلص في عضلات اليوترس عاملة الام في الدورة الشهرية، كنا بنستخدم فيه بروجستيرون كويس. البروجستيرون كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيريلاكس اليوترس، كان بيريلاكس السموث مسل اوف ذا يوترس، ودي حاجة مهمة عشان الحمل يستمر. انت مش عايز اليوترس ينقبض ويحصل اجهاض او يحصل حمل ولادة مبكرة. طيب تعالى بقى تخيل اديت انتي بروجستيرون عمل ايه في الانقباض بتاع الرحم. البروجستيرون لما بيشتغل على الريسبتور بتاعه العضلات بتريح، يبقى لما تقفل البروجستيرون ريسبتور العضلات تنقبض ويؤدي الى اجهاض، بس شرط طبعا يكون في بدايه الحمل، يكون ايرلي بريجنانسي. لو ليت بريجنانسي مش هينفع لوحده بقى نعمل اجهاض بالانتي بروجستيرون خلاص. يبقى بيتاخد تو ترمينيت لانهاء الحمل اللي في البدايه لحد يعني اول 3 شهور تقريبا كده، واوفن كومبايند وذ بروستاجلاندين انالوج. طبعا المنهج خلاص بقى اتنسى تماما يعني. هو السنه اللي فاتت كان في حاجه ما درسناهاش اسمها بروستاجلاندينز كويس،
في ادويه مصنعه عباره عن بروستاجلاندينز زي ده اسمه ميزو، ده ميزو بروستول خلاص. بس من مش عارف بقى من حسن الحظ ولا من سوء الحظ يعني، الميزو بروستول ده قلناه مع الاسبرين، انت ان شاء الله تكون فاكر الاسبرين ده كان بيمنع تكوين البروستاجلاندينز اللي بيمنع تكوين الكوكس انزيمز كلها مش كده، فكان الاسبرين على المدى البعيد ممكن يعمل له قرحه معده. ايه سبب قرحه المعده في العيان ده؟ ان ما عندوش بروستاجلاندينز في معدته او في الاثنى عشر، والبروستاجلاندينز كان ربنا خالقها عشان تحمي المعده من الحمض والبيبسين، فطالما انت منعت تكوين البروستاجلاندينز بالاسبرين واخواته كلهم يبقى انت معرض العيان لقرحه. كان احسن حاجه تمنع بيها القرحه انك تعوض له بروستاجلاندينز، انك تدي له دواء عباره عن بروستاجلاندين مصنع اسمه ميزوبروستول. اذا فلتت منه ان شاء الله السنه دي، السنه الجايه في جي اي تي هتلاقي عندك موضوع اسمه بيبتيك ألسر، هتلاقي في وشك الميزوبروستول خلاص، هتعرف انه بيعالج القرحه لان هو بديل صناعي للبروستاجلاندينز اللي بتقل نتيجه استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب خلاص ده مش مهم، ده خلينا في اللي احنا فيه. البروستاجلاندينز كلهم لو في حمل في الرحم ينشطوا الرحم، يعملوا حاجه يسموها اوكسيتوسيك اكشن. تعرف هرمون اسمه الاوكسيتوسين، سمعته في الموديول بتاع اليوروجينيتال باين. الاوكسيتوسين ده هو اكتر حاجه تعمل انقباض في الرحم، وتعمل انقباض بقى في البريست عشان اللبن والكلام ده. المهم اي دواء يعمل انقباض في الرحم لو في حمل يسموه اوكسيتوسيك اكشن، على نسبه ان الاوكسيتوسين هرمون. الميزوبروستول كده، الميزوبروستول بيعمل انقباض في اليوتراين سموث ماسل ديورينج بريجنانسي، فالست لما نحب نعمل لها اجهاض نديها انتي بروجستيرون اللي هو اخونا الميفيبروستون ده، وندي بعدها ميزوبروستول خلاص. الاثنين مع بعض بقى هيعملوا انقباض في الرحم. خلاص الانتي بروجستيرون منع شغل البروجستيرون اللي كان بيريلاكس عضلات الرحم، يبقى بدات تنقبض. عايز تقوي بقى الانقباض لازم تدي بعدها ميزوبروستول. طيب على فكره الميزوبروستول ده بياخدوه، هو اصلا دواء قرحه، يعني الست بتروح تشتريه من الصيدليه او الراجل يعني يروح يشتريه من الصيدليه لانه دواء قرحه، تطلع ان الست جايباه عشان تعمل اجهاض. شوف الذكاء بقى، لما تبقى الست مذاكره فارما لو عايزه تعمل اجهاض تروح تقول لهم انا عايزه دواء اسمه سايتوتيك، اسم التجاري، عشان القرحه خلاص، مش محتاج روشته ولا حاجه. لو اخذت السايتوتيك ده هو هي حامل هيجي لها اجهاض. نرجع بقى للكتاب، يبقى بيستخدم انترمينيتنج ايرلي بريجننسي اند اوفن كومبايند وذ بروستاجلاندين انالوج اسمه ميزوبروستول. بيتاخدوا ازاي بقى الميزوبروستول ده او البروستاجلاندين؟ غالبا اورال، وممكن يتاخد انترافاجينال تو انديوس يوتراين كونتراكشنز. طيب الاستعمال الثاني، وبرضه ما تسالنيش ليه ما كتبهاش في موضعها، فاكر حاجه اسمها البوست كويتال كونتراسيبتيفز؟ مش احنا اتفقنا كده الكونتراسيبتيفز كان في كومبايند، ان شاء الله تكون لسه فاكر، كان في كومبايند استروجين مع بروجستيرون، وقعدنا نقول مونوفيزيك وبايفيزيك وترايفيزيك، وعلي الجرعه ونزل الجرعه وطلع الجرعه صح، وعرفنا العيوب وعرفنا الكونترا انديكيشنز ورسمنا الرسمه الجميله اللي كانت هنا دي. كان في نوع تاني اسمه بروجستيرون اونلي، يا ميني بيل اقراص، يا اما اتزرع في تحت الجلد، يا اما اتحقن في العضلات اتخزن فيها، يا اما اتحط على الانترايوتراين ديفايس صح؟ مش كل ده قلناه؟ كان في بقى مجموعه ثالثه اسمها بوست كويتر، او سميناها مورنينج افتر، الست تاخدها بعد الانتركورس خلال 72 ساعه. لو تفتكر كان فيها نوعين، يا اما استروجين بس، استروجين بس اللي هو داي ايثايل سيلبوستيرول، جرعه كل 12 ساعه لمده 5 ايام، وكان في استروجين مع بروجستيرون جرعه كل 12 ساعه خلال 72 ساعه من السكشوال انتركورس صح. مش هتخسر حاجه بقى لو رجعت في البوست كويتال بيلز، رحت مزود الدواء ده، مزود مع البوست كويتال بيلز اللي موجود عندنا. انا مش عايز اقول لك الصفحه عشان بقى لخبطت الترتيب الصفحات، بس دور كده على البوست كويتال بيلز ومكتوب استروجين الون ومكتوب استروجين زائد بروجستيرون، زود بقى الثالثه دواء اسمه ميفيبريستون. خلاص فهمت فكرته؟ فهمت فكرته مش كده؟ ان هو هيخلي اليوترس ينقبض ويفضي،
لو كان حصل بدأ يحصل يعني حصل فيرتلايزيشن وبدأ يحصل امبلانتيشن، هو يخلي اليوترس ينقبض ويفضي الرحم من اللي جواه، كأنك بتعمل اجهاض بالظبط. خلاص يبقى خلي بالك بقى من الميفيبريستون ده. اخر دواء اللي اسمه الدانازول. بص الدانازول ده بقى انتي حاجات كتير، يعني ممكن بقى نمسح الكلام ده. الدانازول ده دواء برضو بيلخبطنا شويه. بص كده بقى الدانازول ده هو يتقال عليه كده انتي استروجين، انتي بروجستيرون، وفي كتب بتقول عليه انتي جونادوتروفينز، انتي جونادوتروفينز، انتي اف اس اتش وانتي ال اتش. خلاص طيب، الحاجه الوحيده اللي هو مش انتي فيها ان هو اندروجين لايك، اندروجين لايك، انتي استروجين، انتي بروجستيرون، انتي جونادوتروفينز. طب انتي استروجين وانتي بروجستيرون ده عشان بيقفل الريسبتورز، لا وفي حاجه كمان ان هو بيمنع اصلا تصنيع الاستروجين في الاوفري، بيمنع تصنيع الاستروجين في الاوفري. خلاص طب انت ما عندكش استروجين في الاوفري، يبقى ده هيرد، هيبقى في رد فعل على الاندوميتريوم. الاستروجين والبروجستيرون مهمين، كلكم عارفين بقى البروليفيريتيف فيز ومش عارف الايه الفيز صح كده بتاعت الاندوميتريوم. طيب يبقى هو بس افتكر كده ان هو ايه عامل كده انتي استروجين، انتي بروجستيرون، انتي اف اس اتش وال اتش، ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها في الاستروجين والبروجستيرون مش بس بلوك ريسبتور بتاعهم، ده كمان بيقلل التصنيع، بيقلل السينثيسيس. الحاجه بقى اللي هي فيها مش انتي، حاجه مضره برضو في الستات، انه اندروجين لايك، ينشط الاندروجين ريسبتور، ينشط الاندروجين ريسبتور. طيب مكتوب عندنا بقى كده في الكتاب ويك اندروجين، انتي بروجستين وانتي استروجين. طيب حلو، اللي بعدها انهبيتس ذا ميد سايكل سيرج. ميد سايكل سيرج عارف في نص الدوره، يبقى الاف اس اتش والال اتش كده وبعدين يحصل لهم ارتفاع صاروخي كده في نص الدوره، يسموه ذا ميد سايكل سيرج. خلاص هو بيمنع الكلام ده، منعه ازاي بقى؟ قفل الريسبتورز، عمل ايه؟ مش مهم بقى، المهم ان هو منع الارتفاع اللي بيحصل في نص الدوره من الاف اس اتش والال اتش اللي هو هيحصل بعد كده منه اوفيوليشن. طيب اللي بعده inhibits steroid synthesis in the ovary، فبالتالي بيقلل الاوفيريان فانكشن، ما عندكش ستيرويد، ما عندكش استروجين وبروجسترون، ومادام قللت الاوفيريان فانكشن يبقى leading to atrophic changes in the endometrium، بدا يحصل ضمور في الاندوميتريوم. الهرمونات اللي بتنشط النمو بتاع الاندوميتريوم بالذات الاستروجين طبعا بدا يحصل فيه مشكله. طيب استعمل في ايه بقى؟ بص كده اللي يهمني في الاستعمالات كلها الاندوميتريوزس، اندوميتريوزس. على فكره انت لما هتيجي تذاكر بقى، وعشان كده قلت لك كان المفروض والله في الاول، بس انت مالكش ذنب يعني، كان المفروض الكلام ده يتقال مع امراض النساء. هتيجي تذاكر كده هتلاقي في استعمالات البروجستيرون، هتلاقي في استعمالات البروجستيرون اندوميتريوزس صح، وتيجي بقى في الانتي بروجستيرون تلاقي استعماله من اندوميتريوزس برضه. طيب الفكره ايه بقى؟ والله هو في البروجستيرون كان الهدف منه ان انا امنع الهايبربليزيا صح، ما هو الاندوميتريوم ده بيحصل فيه نمو، البروجستيرون بيقلل النمو بتاع الاندوميتريوم، سواء الاندوميتريوم بتاع الرحم او بتاع بطانه الرحم المهاجره اللي اسمها اندوميتريوزس. خلاص كانك انت بقى في البروجستيرون بتمنع نمو الاندوميتريوم الخارجي الاكتوبيك اندوميتريوم ده. طيب الانتي بروجستيرون وظيفته ايه بقى؟ انه يعمل اتروفي، انه يعمل اتروفي، عمال تمنع تكوين الاستروجين وتمنع تكوين البروجستيرون، وقافل الريسبتور بتاع الاستروجين وقافل الريسبتور بتاع البروجسترون، يبقى الاندوميتريوم هيحصل فيه ضمور، الاوفري مش هيشتغل كويس، وينعكس ذلك على الاندوميتريوم. خلاص يبقى رغم ان هما الاثنين عكس بعض لكن الاثنين يعالجوا. العيوب بتاعته متوقعه تماما، فاكر لما قلنا فوق في الاروماتيز انهبيتورز المجموعه الاسترويد اللي كانت بتعلي اندروجينز كانت بتعمل اعراض ذكوره، ده هيعمل زيها، ده عمال ينشط لك الاندروجين لانه اندروجين لايك وعمال يقلل لك الاستروجين، فلازم يحصل اعراض ذكوره في الستات.
اللي هي ايه بقى؟ اكني، حب الشباب، هيرشوتيزم، شعر كتير على الجلد، وديبنينج اوف فويس، صوتي خشن بقى. ويت جين، غالبا غالبا انابوليك افكت من الاندروجين غالبا، يعني محدش برضو عيم، يعني مش عايز برضو ايه افتي قوي، لكن هو عاده بيبقى الاندروجين ده انابوليك قوي، فالماسلز ماسل ماس بتكبر فالوزن بيزيد. ديكريز بريست سايز، بيقلل حجم البريست. خلاص ارجع بقى فوق في الاستعمالات كده، بص كده اطلع من خط كده من ديكريز بريست سايز، هتبص تلاقيه بيعالج حاجه في البريست جنب الاندوميتريوزس اسمها فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، حاجه بيناين تماما، بينمو بس النسيج بتاع البريست كده، وبيبقى فيه كلاكيع كده في البريست بتروح وتيجي مع الوقت ممكن، وتحط ايدك عليها بقى انت لو جراح يعني او طبيب امراض نساء او طبيبه امراض نساء، تحس ان في حاجه بتتحرك جوه البريست. حتى المصريات ساعات يقول لك ايه، في فاره يعني انثى الفقر يعني خلاص بتمشي في البريست، عماله تمشي كده وتيجي تمسكها تفلفص منك يعني. ده اسمه الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، هو بيخف لوحده عاده، بيخف لوحده. بس لو محتاج حاجه بقى ادي الدانازول ده، ولو اني يعني لا افضله لان عشان بيعمل مشاكل بقى الذكوره دي، لكن لو محتاجه ادي الدانازول، هيقلل الحجم بتاع البريست تيشو. ليبيدو تشينجز، يا دي ليبيدو تشينجز، عايزين نلم الموضوع بقى. ليبيدو تشينجز ده ان حصل، خلاصه الكلام الاستروجين يقلل الشهوه الجنسيه، الاندروجين يزود الشهوه الجنسيه، ولو البروجستيرون مشتق من حاجه اندروجينيك هيبقى زي الاندروجين. خلاص يبقى الاستروجين بيقلل، الاندروجين بيزود، فالشخص ده غالبا او الشخصه دي بقى هيزيد عنده الشهوه الجنسيه شويه، انت موقف شغل الاستروجين ومزود شويه الاندروجين. ده المقصود بكلمه ليبيدو تشينجز. طيب خلصنا كده بقى من الانتهات، ان شاء الله ما تكونش صعب، انا عارف ان الموضوع والله يعني صعب شويه. بس عرفت الانتي استروجين، كان عندنا مجموعه مهمه قوي اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، ثلاث اسامي. تاموكسيفين بيعالج البريست كانسر، رالوكسيفين يعالج او يمنع البريست كانسر لكن المهم في العظم، يعالج هشاشه العظام، كلوميفين اندكشن اوف اوفيوليشن. طيب مجموعه ثانيه كان اسمها اروماتيز انهبيتورز، بيمنع الاروماتيز انزيم اللي بيصنع لي استروجين في الانسجه. طيب كان في تحت العنوان ده يا اما ايرريفرسيبل، يبقى دول كانوا شكلهم ستيرويد، ده سميناه اكزيمستان لو تفتكروا. ريفرسيبل يبقى دول نون ستيرويد، ده اسمه ليتريزول. عملت بيهم ايه بقى؟ استفدت ايه؟ لما قللت الاستروجين قدرت اعالج البريست كانسر، وقدرت اندكشن اوف اوفيليشن لان ما فيش نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الاف اس اتش. انتي بروجستيرون، دوايين مشهورين مايفيبريستون، عرفت بقى ان هو بيقفل البروجستيرون ريسبتورز، وبيقفل كمان شويه جلوكوكورتيكويد او الكورتيزول ريسبتور. التاني بقى اللي هو الدانازول، اللي هو ده انتي استروجين، قفل الريسبتور وقلل التصنيع، انتي بروجستيرون نفس الكلام، انتي اف اس اتش وال اتش لكن اندروجين لايك. طيب اللي المجموعه اللي بعدها هتلاقي فيها اربع اسامي ادويه، في اتنين اتشرحوا. بص كده على اندكشن او اوفيريشن انديوسنج ايجنتس، الستات اللي عندهم عقم ومشكلتهم ان في مشكله في الاوفيريشن بالذات، عايز تنشط التبويض، بتدي ادويه اسمها اوفيريشن انديوسنج ايجنتس. طيب بص كده على اول دواء اسمه كلوميفين سيتريت. كلوميفين طبعا هو مكتوب تريتمنت اوف انفيرتيليتي، علاج العقم اللي سببه اوفيولاتوري فيلير. اول واحد اسمه كلوميفين سيتريت، يلا فكرني بقى، ده كان سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، بيشتغل على الهايبوثالاموس وعلى البيتويتري، كان يعمل ايه بقى؟ يشتغل كانه انتي استروجين، صح؟ الاستروجين كان بيعمل نيجاتيف فيدباك، هو يمنع شغل الاستروجين، يبقى بطريقه غير مباشره، نفي النفي اثبات، علالك جونادوتروفينز، علالك اف اس اتش، نشط الاوفيوليشن. كاتب ايه بقى في الكتاب؟ ان هو تركيبته نون ستيرويدال، ماشي شكرا، ما هوش ستيرويد، يعني هو شبه الاستروجين اه لكن ما هوش ستيرويد في التركيب. يبقى نون ستيرويدال كومباوند يوز تو انديوس اوفيوليشن. طريقه شغله ايه بقى؟ ات بلوكس اي ار، اي ار استروجين ريسبتور. بيقفل الاستروجين ريسبتور في الهايبوثالاموس، وناس كتير قوي بتقول والانتيريور بيتويتري،
تمام؟ preventing the usual negative feedback effect of estrogen على الجونادوتروفين releasing hormones. وبالتالي مفيش بقى negative feedback فيزيد ال FSH leading to increased follicle stimulating hormone يؤدي إلى marked stimulation and enlargement of the ovaries. وطبعا هو نفسه بقى هي induce ovulation، وانت عارف بقى ان احنا لما بننشط الفوليكلز دي بتصنع استروجين كمان. بس الفكره مش في الاستروجين، عشان برضو محدش يتلخبط انت عمال تدي انتي استروجين وعمال تزود الاستروجين. لا، الفكره مش في الاستروجين، الفكره في الاندكشن اوف اوفيوليشن. الجرعه مش مهمه خالص الدوز، ولا بيتاخد كام يوم، هو بيتاخد اورال 5 ايام، فشلنا نروح واخدين جرعه مضاعفه 5 ايام كمان. العيوب بتاعته يلا فهمني بقى، فهمني فهم. هوت فلاشز لانه انتي استروجين، فاكر الاستروجين بيمنع الهوت فلاشز بدليل ان في المينوبوز بيبقى في شاكوت الهوت فلاشز، صح؟ يبقى هو هنا اشتغل انتي استروجين. فيجوال ديستربنس دي مالهاش تفسير قوي الحقيقه، يعني ساعات مشاكل في الرؤيه، زغلله ومشاكل كده في ساعات في الشبكيه، مشاكل في الرؤيه خلاص. في كلام عليها بقى ليه علاقه بالانتي استروجين ولا ليه علاقه بايه مش مهم. ريفرسبل هير لوس، الشعر بيقع، الاستروجين بيكتر شعر الراس، مش كده؟ الاستروجين كده والاندروجين عكسه بيخلي الواحد يصلع، يبقى هو وقع الشعر انه انتي استروجين، بس لما الدواء بيقف الشعر بيرجع زي كل الادويه اللي بتعمل هير لوس. الهير لوس ده يا جماعه يسموه الوبيشيا، اكيد سمعتوا الكلمه دي قبل كده، سقوط الشعر ده اسمه الوبيشيا. طيب مفهومه دي. ovarian enlargement عمال يكبر بقى الاوفري وعمال يكبر الفوليكلز وعمال ينشط التصنيع بتاع الاستيرويدز في الاوفري، فالاوفري بيكبر حجما. طيب ومالتيبل اوفيوليشن، المفروض الاوفري اليمين بيطلع بويضه الشهر ده صح، والاوفري الشمال الشهر الجاي، ويفضلوا كل واحد بقى ايه شهر وشهر كده، هو بينشط قوي الاوفريز فممكن يحصل مالتيبل اوفيوليشن. عشان كده لما تلاقي الستات خلفوا عدد كبير قوي من التوائم مره واحده، يبقى كده الست دي كانت بتاخد حاجه انديوس اوفيوليشن. مفيش حاجه طبيعيه بتعمل كده، يعني ممكن توينز، ممكن تريبلت يكون طبيعي، ولو قلنا شك في التريبلت ده يكونوا ثلاثه يعني، لكن بقى اربعه وخمسه وسته، وتلاقي كده مصورين صوره سرير مثلا فيه ما شاء الله مليان كله بيبيهات، يبقى دي الست كانت بتاخد حاجه انديوس اوفيوليشن زي الكلوموفين سيتريت. يبقى ovarian enlargement ومالتيبل ovulation ومالتيبل pregnancies. constipation دي حاجه بقى ملهاش تفسير قوي يعني، امساك بقى العادي يعني، ده سهل ده. طيب بقى دي اول دواء، بص كده على النمره اربعه، بص في الانديوس اندكشن اوف ovulation ده مكتوب ايه بقى؟ اروماتيز انهبيتورز، صح؟ لسه مقايلين حالا، بتمنع الاروماتيز انزيم، بتمنع تصنيع الاستروجين، بتمنع النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين، صح؟ طب حضرتك تحب تستخدم في الست دي ستيرويدال الريفرسيبل ولا نون ستيرويدال احسن؟ لا انا افضل النون ستيرويدال اللي هو ريفرسيبل. ليه بقى؟ لان الريفرسيبل هيعمل لها اندروجينيك مانيفيستيشنز، منعت خالص تحول الاندروستيني دايون لاستروجين، يعلى الاندروستيني دايون ده اندروجينيك هرمون، يجيب لها بقى هيرشيتيزم واكني ومشاكل بقى الفويس والوزن والكلام اللي احنا قلناه ده. كان اسمه ايه بقى الدواء؟ كان اسمه ليتريزول اللي هو نون ستيرويدال اروماتيز انهبيتور. طيب مكتوب كده بقى خلاص، نمره اربعه ده دراج انهبيتس استروجين سينثيسيس، وبالتالي انكريزز جونادوتروفين ريليزنج هرمون، هيزود الاف اس اتش، هي انديوس اوفيليشن. الكلام بقى بتوع الناس انت مالكش دعوه بيه بقى، بيتر تو بي جيفن وذ سمول دوز اوف اس اف اس اتش، دي مع جرعات صغيره كده من الاف اس اتش، ايه يعني انت كانك بتعلي الاف اس اتش بطريقتين، بتعليه بالاروماتيز انهبيتور بالقصه دي، وبتديه هو شخصيا. طيب نرجع بقى لنمره اتنين، حاجه اسمها هيومن مينوبوزال جونادو تروفينز. هيومن يعني جايب البني ادمين من الستات، مينوبوزال بعد سن المينوبوز. عارف ايه اللي بيحصل في المينوبوز؟ الاستروجين قل قوي خلاص، يعني مفيش نيجاتيف فيدباك طبيعي، الاوفري خلاص بقى اكزوستد، مفيش استروجين او قل جدا، لان ممكن في اماكن تانية زي ما قلنا بره الاوفري بتصنع شويه استروجين، لكن الاستروجين مستوى قل، يعني مفيش نيجاتيف فيدباك، يعني الجونادوتروفين هتعلى اف اس اتش و ال اتش خلاص.
يبقى ده فكره الهيومن مينوبوزال جونادوتروفينز. طيب بيتحضر من اليورين على فكره، بيتحضر من اليورين بتاع المينوبوزال فيميلز. في ايه بقى في المركب ده؟ هو في كل الجونادوتروفينز، يعني المينوبوزال اليورين ده بيبقى اليورين فيه اف اس اتش وال اتش، يبقى انت اديتها كل الجونادوتروفينز اللي انت عايزهم. Its use must be followed. بعد ما استعمله لازم ادي وراه حاجه اسمها هيومن كوريونيك جونادوتروفينز. الفرق بقى وده بيتحضر من اليورين بتاع البريجننت فيميلز، بيتحضر من اليورين بتاع البريجننت فيميلز. طيب البريجننت فيميلز ده عندها ايه بقى؟ يا ترى عندها في اليورين اف اس اتش برضه؟ لا ما عندهاش اف اس اتش. معلش يا حبايبي المعوقات النهارده كتير قوي، شركه الكهرباء معرفش مستوصلين النهارده وكل شويه الدنيا تقطع والكهرباء والافلام. معلش احنا كنا بنتكلم على، انا مش فاكر طبعا احنا وقفنا فين يعني، بس كنا بنتكلم على حاجه اسمها drugs that induce ovulation، induction of ovulation. بنعالج الستات اللي عندهم عقم، عندهم infertility بسبب مشكله في التبويض. عندنا اربع ادويه او اربع طرق يعني للاندكشن اوف اوفيوليشن. الطريقه دي من واحد خلاص قلناها كذا مره، بنستخدم دواء اسمه كلوميفين سيتريت. عرفنا ان الكلوميفين سيتريت ده تبع مجموعه اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور. طريقه شغله اعتقد ان شاء الله انها اتفهمت، بيجي على الهايبوثالامس ويعمل شغل كانه انتي استروجين. الاستروجين كان بيعمل نيجاتيف فيدباك على الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز، وبالتالي كان بيقلل تكوين الاف اس اتش. لما ادي كلوميفين سيتريت لهؤلاء السيدات يبقى انا بمنع نيجاتيف فيدباك، يبتدي الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز تعلى، الاف اس اتش يعلى ويعمل اندكشن اوف اوفيليشن. عرفنا بقى في المعلومات البسيطه في الكتاب ان هو تركيبته نون ستيرويدال، هو بيتاخد اورال، وزي ما اتفقنا مش مهم الجرعه، جرعة معينة لمدة 5 أيام. لو محصلش أوفيليشن بندي جرعة مضاعفة. وعرفنا ان هو بما ان هو انتي استروجين فهيعمل مشكلة الهوت فلاشز، الحرارة والسخونة اللي بتحصل على الجلد في السيدات، ممكن يحصل هيدك ملهاش تفسير قوي الحقيقة، ممكن يحصل مشاكل على مستوى الرؤية سميناها فيجوال ديستربنس، وممكن الشعر يقع باعتبار ان هو انتي استروجين. مشهور جدا معاه حجم الأوفاريز بيكبر، بيحصل معاه مالتيبل اوفيليشن، ممكن اكتر من اوفم تنضج في وقت واحد ويحصل فيرتلايزيشن فيدينا ما يسمى بالمالتيبل بريجنسي. والعيب بقى التالت ان هو بيحصل معاه كونستيبيشن. الدواء التاني اللي اسمه اروماتيز انهبيتورز، خلاص عرفناه بقى، بندي مجموعه النون ستيرويدال اللي هي ريفرسيبل انهبيتورز اوف اروماتيز انزيم، منعنا تحول الاندروستيني دايون الى استروجين. الاستروجين بدا يقل يبقى برضه هيقل النيجاتيف فيدباك انهبيشن على الجونادوتروفين ريليزنج هرمونز، هيعلو وهيعلى الاف اس اتش. الطريقه اللي بعد كده اللي هي الدنيا ضلمت بعدها ان انا استخدم حاجه بنسموها هيومن مينوبوزال جونادوتروفينز. واتفقنا ان اليورين بتاع السيدات بعد المينوبوز ما بيبقاش عندهم استروجين كافي عشان يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الاف اس اتش، فيبدأ يعلى عندهم الـ FSH والـ LH. بستخدمه كدواء يبقى اسمه Human Menopausal Gonadotrophins. عشان يحصل Ovulation لازم أدي بعدها حاجة بنسميها Human Chorionic Gonadotrophins. الـ Human Chorionic Gonadotrophins ده بيبقى بيتحضر من اليورين بتاع الـ Pregnant Females. طيب في الـ Pregnancy الـ Estrogen عالي قوي فما فيش FSH، مش محتاجينه طبعا، خلاص الـ Ovulation حصل والحمل حصل. لكن بيعلى او يعني ما بيحصلش نيجاتيف فيدباك على ال LH، فتلاقي الهيومن كوريونيك جونادوتروفين ده اليورين بتاع السيدات بيبقى مليان LH. عشان كده بيتاخد بعد الهيومن مينوبوزال جونادوتروفينز، يبقى انت بتدي كانك بالظبط بتدي FSH مع LH فولود باي LH، يبقى يحصل اندكشن اوف اوفيليشن زي الفيسيولوجيكال تماما. الدواء الاخير بقى دواء قصة طويلة اسمه ميتفورمين. الميتفورمين ده سمعناه زمان مع الاندوكراين فارماكولوجي، كان من الادوية اللي يسموها انسولين سنسيتايزر، ما كانش بيطلع انسولين من البنكرياس، كان بيحسن اداء الانسولين على الريسبتورز بتاعته. تمام. الانسولين سنسيتايزر ده غير ان هو بيعالج تايب 2 دايابيتس، وممكن حتى يتحط مع الانسولين في بعض الحالات في تايب 1،
ليه دور مهم قوي في مشكلة بتحصل في السيدات اسمها بولي سيستيك اوفيريان سيندروم، مشهورة جدا الاختصار ده في كتب الامراض النساء وكتب الفارما وغيره، اسمه بولي سيستيك اوفيريان سيندروم. السيندروم ده لما تبص على السيدات هتلاقي السيدات دول عندهم وزن زيادة، وهتلاقي عندهم انسولين ريزيستنس، وهتلاقي عندهم فيلير اوف اوفيوليشن، ويمكن تلاقي عندهم البلاد بريشر عالي، وغالبا بيبقى معاهم اندروجينيك اكتيفيتي. ده على بعض كده يعني تلاقي الست وزنها كبير وعندها شعر كتير كده على الجسم وعلى الوجه، تقيس الضغط تلاقيه عالي، تلاقي سكرها عالي، خلاص ده اسمه. وعندها طبعا بوليسيستيك اوفري، ما هو ده عشان كده سموه يعني بوليسيستيك اوفري، عندها اكياس على المبيض. الميتفورمين تحس كده في الكتب ان هو بيعمل كل حاجه تصلح السندروم ده، يعني هو بيحسن اداء الانسولين، خلاص بيحسن اداء الانسولين على الريسبتورز، وبعدين بيقال انه بينشط الاوفيوليشن وبيقلل الوزن. كلكم فاكرين الميتفورمين ده كان بيسد النفس بطريقه رهيبه لدرجه ان في ناس بتاخده للتخسيس، وكان حتى في بعض الكلام لما هي طبعا لما يخس لما يقلل الشهيه الوزن بيقل، وكان في بعض الكلام على انه كمان بيقلل الضغط المرتفع، فكانه عالج تقريبا كل المشاكل بتاعه البوليسيستيك اوفيريان سيندروم. خلاص يبقى ده استعمال مهم الحقيقه للميتفورمين، ومن الحاجات اللي خلت الميتفورمين ده كان على وشك الانتهاء في الطب، كان خلاص هيموت يعني هيتسحب من السوق، لحد ما اكتشفوا بقى ان هو انسولين سنسيتايزر، رجع لدور مهم جدا واساسي. يعني هو في تايب 2 دايابيتس البدايه، وعايز تزود حاجه زود مع الميتفورمين، اي دواء تاني عايز تزوده حطه مع الميتفورمين. الكتاب بقى هو كاتب لورز انسولين، انا اعتقد والله اعلم مش المقصود ان هو هيقلل الانسولين شخصيا، هو طبعا الناس اللي عندهم انسولين ريزيستنس وبقى الانسولين عندهم عالي شويه، لكن اعتقد ان هو بيقلل الانسولين ريزيستنس، يعني بيخلي اداء الانسولين على الريسبتورز احسن. خلاص بيقلل الاندروجين، اتفقنا ان الستات دول عندهم اندروجينيك اكتيفيتي عاليه، وساعات بيبقى عندهم كوليسترول عالي، ماشي هيقلله. بس الحقيقه بقى اللي عايزك تفتكره ان هو هيحسن الاوفيوليشن لو عايز تزودها، ده الهدف منه طبعا اندكشن اوف اوفيوليشن يعني، وهيقلل الوزن عن طريق انه يعمل انوركسيا يفقد الشهيه، وهيقلل الضغط اللي هي المشاكل المرتبطه بالبوليسيستيك اوفيريان سيندروم. It is useful in restoring regular menstrual cycle، خلاص بيرجع بقى المينسترال سايكل مظبوطه، ويبدا يحصل اوفيوليشن تقريبا في 50% من الستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفيريان سيندروم، نسبه كويسه يعني. نص الناس اللي عندهم بي سي او ده لما بياخدوا الميتفورمين نصهم بيحصل اوفيوليشن ويحصل حمل. يبقى دي بالنسبه لنا كده الاربع مجموعات او الاربع ادويه اللي هم بيتاخدوا تحت عنوان اندكشن اوف اوفيوليشن. الجزء بتاع التستس احنا قلناه مع اليوروجينيتال، وما تسالنيش اشمعنى ده اتاخد هناك، ما اعرفش والله، ما اعرفش الناس اللي بتنظم الموديولز بتنظمها على اساس ايه. هو تبع الريبرودكشن، تبع السكس هرمونز، بس يعني كانوا حاسوا ان الموضوع ايه محتاج ان احنا نحط معاه الاندروجين فحطوه معاه، خلاص خير وبركه. ما اعرفش ذكرتهم ولا لا، بس كان عندنا الاندروجين التستوستيرون بقى والدايهايدروتستوستيرون والكلام ده، وكان عندنا حاجه مهمه اسمها الانتي اندروجينز، مش هشرحهم بقى، ما اعتقدش ان هم داخلين معانا في الموديول يعني. الانتي اندروجينز كانوا ثلاث مجموعات ادويه، دواء فيهم اسمه فيناستيرايد، انا هقوله بس بسرعه عشان ضميري يعني ما يبقاش بعد ما اخلص يلمني. الفيناستيرايد ده بيمنع انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. وظيفه الانزيم ده ايه بقى؟ انه يحول التستوستيرون، التستوستيرون ده اكتف كويس، بس في انسجه معينه محتاجه ان يتحول التستوستيرون لمركب اسمه داي هيدرو تستوستيرون. اللي بيحول التستوستيرون لداي هيدرو انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز، وده مهم قوي في البروستات، هو اللي بيكبر البروستات، وهو اللي بيبقى ليه علاقه بالهير فوليكلز، هو اللي بيكتر شعر الجسم وبيوقع شعر الدماغ. خلاص خلينا في البروستات، طول ما عندنا داي هيدرو تستوستيرون اكتف على البروستات كل ما البروستات تكبر فيحصل مشكله اسمها بناين بروستاتيك هايبرتروفي او هايبربليزيا، تضخم الحميد بتاع غده البروستاتا في الرجاله كبار السن. طيب عايز تقلل حجم البروستات، قلل الداي هيدرو تستوستيرون،
ازاي اقلل الدايهايدرو، امنع الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريدكتيز، وهذا هو شغل الفينستيرايد. يبقى بالظبط هما الثلاث كلمات دول للتذكره اذا كان مطلوب مننا يعني الكلام ده. الفينستيرايد انهبيتس 5 الفا ريدكتيز، يبقى وراها هنقلل تحول التستوستيرون لداي هيدرو تستوستيرون، وبالتالي هنقلل الهايبربليزيا بتاعه البروستيت. في بقى ادوين شبه بعض بيقفلوا الاندروجين ريسبتور، ما لهمش دعوه بقى بالانزيم، بيشتغلوا كبلوكرز، بيكومبيت مع التستوستيرون على التستوستيرون ريسبتورز. دوين كده شبه بعض في الاكشن، دواء اسمه فلوتاميد ودواء اسمه سايبروتيرون. فلوتاميد وسايبروتيرون بيتاخدوا امتى بقى؟ بيتاخدوا في الرجاله اللي عندهم سيكشوال ديزاير عاليه. احنا لسه قايلين كذا مره ان التستوستيرون ده هو المسؤول عن الليبيدو، مش كده، عن الرغبه الجنسيه. ففي في رجاله عندهم هايبر سيكشواليتي، يديهم الدواء ده عشان يقلل التستوستيرون، يقلل شغله يعني، وبالتالي يقلل الرغبه الجنسيه. الهيرشوتيزم اللي هو كثافه شعر الجسم، سببه تستوستيرون بيشتغل على الريسبتور بتاعه، او بمعنى اصح يعني داي هايدرو. المهم ان هو ايه، بتقفل الريسبتور فتقلل كثافه شعر الجسم. كانسر بروستيت، التستوستيرون ده ينشط النمو السرطاني، زي ما الاستروجين عمل كده بريست كانسر واندوميتريال كانسر، التستوستيرون في الرجال يعمل بروستاتيك كارسينوم. فعشان تقلل احتمالات الكارسينوم او تعالج، بتدي ساعتها انتي اندروجين زي الدوائين دول، فلوتاميد وسايبروتيرون. الدواء الثالث اسمه سبيرونولاكتون، ده ذكر خلاص بقى الحمد لله تماما مع جزء الدايوريتكس. افتكرنا بقى ان هو كان الدوستيرون انتاجونست، وفي نفس الوقت كمان بيقدر يشتغل كانتي اندروجين. ليه علاقه بقى كدايوريتك، وقصه بقى بتاعه الصوديوم والميه والبوتاسيوم والكلام ده كله. اخر موضوع بقى كده ان شاء الله بقى لنا هو الاوستيوبوروزس، هشاشه العظام. خلاص، هشاشة العظام دي يا جماعة مشكلتنا فيها ايه بقى؟ العظم ضعيف، واضح يعني، مش كده هش. مشكلتنا ايه برضو؟ العظم ده عندك عبارة عن ارضية بروتين، يسموها بروتين ماتريكس، ارضية بيترسب على الارضية دي الكالسيوم فوسفيت، اللي هو يسموه الهيدروكسي اباتايت، كالسيوم فوسفيت، ده اللي بيدي صلابة للعظم. يبقى عندك بروتين اترسب عليه مينرال، خلاص؟ طب ده العظم الطبيعي. مشكلة الاوستيوبوروزس ان البروتين ده بيتكسر لأي سبب من الأسباب. البروتين ده بيتكسر، وبالتالي مفيش أرضية يترسب عليها الكالسيوم والفوسفيت، فالعظم بيبقى هش جدا. خلاص؟ أنتوا كلكم أكيد عارفين الاوستيوماليشيا، مش كده؟ الاوستيوماليشيا مشكلة كالسيفيكيشن، يعني العظمة الماتريكس بتاعها الأرضية البروتينية بتاعتها موجودة، بس مشكلتنا ان انا مش قادر ارسب عليها كالسيوم وفوسفيت نتيجه شغل الفيتامين دي ديفيشنسي بقى. الاوستيوبوروزس اسوأ، ما عندكش ارضيه بروتين، وبالتالي مش قادر ترسب الكالسيوم والفوسفيت. طب بسرعه بقى، اسباب الاوستيوبوروزس. اشهر سبب بوست مينوبوزال. انت فاكر الاستروجين كان بينمي العظام، الاستروجين فاكر قلنا مش كده بينمي العظم انابوليك، وقلنا يمكن في، انا مش فاكر بقى الكلام ده قلناه امتى، اليوم طول قوي الحقيقه، بس انا فاكر كده ان كان في اوستيوبلاستس واوستيوكلاست، مش كده؟ الاوستيوبلاست دي بتبني عظم، والاوستيوكلاست ده بيهد العظم. يبقى اكيد بقى الاستروجين من ضمن الحاجات اللي بيعملها بينشط الاوستيوبلاستس، بينهبت الاوستيوكلاست. المهم ان هو ايه، بيروح ناحيه اتجاه البناء. طيب يبقى لو قل الاستروجين بعد المينوبوز، من اشهر الحاجات اللي بتحصل بوست مينوبوزال اوستيوبوروزس. طيب السبب على فكره بيحصل في السن كمان، عشان انا بتالي اعتقد انها مش موجوده، بيحصل مع تقدم السن سينايل اوستيوبوروزس. خلاص، يعني الناس الكبار في السن سواء رجاله او ستات، طبعا الستات اسوأ بقى ان عندهم مشكله كمان نقص الاستروجين. السبب الثاني ادويه. اشهر دواء في تاريخ الطب يكسر العظم الكورتيزول واخواته، اللي بنسميهم الجلوكوكورتيكويد، لما بيتاخدوا فتره زمنيه طويله. عشان كده كان من ضمن الاحتياطات اللي تعملها في العيان ده انك تاكله بروتين، انك تديله كالسيوم، انك تديله فيتامين دي، مش كده؟ لان حتى الكورتيزول كان بيقلل الكالسيوم وبيقلل الفيتامين دي وبيكسر البروتين. انا كتابوليك ده اشهر حاجه بقى في الدنيا، عملت كسر العظمه البروتين بتاعها الماتريكس الارضيه، وعملت اقلل الكالسيوم وفيتامين دي، فلازم يجي اوستيوبوروز. وعلى فكره
مش وقته يعني، لكن الاوستيوبوروزس بتعرفه ازاي؟ الوجع بتاع العظام، خلاص في الم في العظم لوحده كده، وبعدين لما تتخبط اي خبطه ممكن يحصل فراكتشر، ممكن يحصل فراكتشر سبونتينيس كده يعني باصابه بسيطه، او ساعات حتى والله بدون خبطات من كتر ما العظم ضعيف. بتعمل بقى اشعه على الفقرات بقى وتشوف كده، هتلاقي الفقرات شكلها ما فيهاش الكثافه، وفي بقى جهاز طبعا بيقيس كثافه العظام مشهور يعني. طيب يبقى كرونيك جلوكو كورتيكويد ثيرابي ده سبب مشهور جدا. السبب الثالث هايبر بارا ثايرويدزم. الباراثورمون لما يعلى، الباراثورمون بيسحب الكالسيوم من العظمه للدم، هو زي ما عملش اوستيوبوروزس قوي الحقيقه، لكن ماشي بقى هو بيعمل اوستيومونيشي اكتر، لكن خلاص بيعمل بيسحب الكالسيوم فالعظمه بتبقى ضعيفه، بيحرك الكالسيوم من البون للبلد. وافتكر الكلام ده اللي بعد شويه هقول لك العكس. طيب ثايروتوكسيكوزيس، طبعا الثايروكسين ده اشهر هرمون كاتابوليك، بيكسر، فمن ضمن الحاجات اللي بيكسرها العظم، بروتين بتاع العظم. مال ابزوربشن سيندروم، عندنا مشكله في امتصاص كل حاجه، اكل، فيتامينات، مينرالز زي الكالسيوم، يبقى عندنا مشكله في البناء بتاع العظم. الالكحول ابيوز احيانا يعني تفسيراته بقى مش واضحه قوي، ليه الناس الخمرجيه بيجي لهم مشكله في الامتصاص في الاوستيوبوروزس؟ هل ليها علاقه بامتصاص الكالسيوم؟ ليها علاقه بكاتابوليك افكت؟ يعني قصه مش مؤكده قوي. السيجارت سموكينج نفس الكلام برضو، يعني تفسيرات فاريبل كده وخلاص، انا اعرف بس ان هو ايه، دي من الحاجات اللي بتكسر بعض. علاج الاوستيوبوروزس مكتوب كده طبعا، دايت ادكويت ان كالسيوم، الاكل يكون فيه كميه كالسيوم وفيتامين دي كويس، دايت متوقع. ويت بيرنج اكسرسايز، يعني ايه ويت بيرنج اكسرسايز بقى؟ ما تحملش وزن جسمك او جسم العيان، يعني كلكم دلوقتي ان شاء الله في مرحله الرشاقه والشباب، يعني العيان ما تحملش، ما تخليش وزن الجسم كله متحمل على العظم. يعني ايه؟ قوي العضلات، اعمل شوية رياضة تقوي العضلات، العضلات بقى بتاعت الظهر وبتاعت الثاي بتاعت الفخذ وبتاعت الجسم عموما اللي هي شايلة وزن الجسم، يعني كل ما كانت العضلات قوية كل ما كان الحمل متقسم على العظم وعلى العضلات، خلاص؟ يبقى كل ما قويت العضلات كل ما قللت الحمل على العظام. اللي بعدها وقف التدخين، وقف الخمرة، أي حاجة بقى مزية من كده، وتجنب على قدر الامكان الادويه اللي بتعمل لوس اوف بون زي الجلوكوكورتيكويدز، اشهر حاجه. طيب اللي عندنا بقى الادويه، الادويه في الكتاب القسم اظن ان هو مقسمها، لا والله مش مقسمها، خلاص لا مقسمها. بص كده هتلاقي مكتوب اول عنوان، ما اعرفش ليه كاتبه بخط صغير كده، مكتوب انتي ريزوربتيف ايجنتس، الادويه اللي بتمنع تكسير العظم. العظم على فكره بيحصل فيه بون فورميشن، تكوين بالاوستيوبلاستس، وبون ريزوربشن، تدمير، تكسير. احنا عندنا بيحصل كده على طول مش كده؟ وطبعا كل ما كان سن الشباب كان عمليه البون فورميشن اعلى من البون ريزوربشن، لكن الاثنين شغالين. كل ما كبرنا في السن البون فورميشن بيقل بتاع الاوستيوبلاستس، وتلاقي بقى البون ريزوربشن يعلى. طيب يبقى انا هدي حاجه انتي ريزوربتيف، حاجه تقلل شويه تكسير العظم. وبعدين في ثلاث ادويه هنقولهم ان شاء الله دلوقتي، هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، ان انا ادي استروجين او حاجه احسن منه اللي هو سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، ادي حاجه اسمها بيس فوسفوليتس بقت الموضه دلوقتي في علاج هشاشه العظام، او ادي هرمون اسمه كالسيتونين اللي هو طالع من الثيرويد بس طالع من خلايا اسمها بارا فوليكولار سيلز. مش الفوليكولار سيلز اللي بتطلع ثايرويد هرمونز، الخلايا اللي حواليها اسمها سي سيلز. ان انا ادي انابوليك ايجنت، ادي حاجه بناءه، يعني هنا انا ببني بقى مش كده، الانتي ريزوربتيف بمنع التكسير، هنا بناء يسموه انابوليك ايجنت. هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه تيري باراتايت وهتفاجئ بيه ان هو باراثورمون. وبعدين حاجه اسمها مونوكلونال انتي بوديز اجينست رانكل ريسبتورز. الرانكل ده اختصار حاجه ان شاء الله جايه الصفحه الجايه، رانكل ده اختصار حاجه اسمها ريسبتور اكتيفيتور نيوكليير فاكتور كابا بي، خلاص
الفاكتور ده ليه ريسبتورز، هو اسمه اختصارا رانكل ار اي ان كي ال، وليه ريسبتور خاصه بيها اسمها رانكل ريسبتورز. بعمل فيها انهيبيشن. الرانكل ده من الحاجات اللي بتحلل العظام، الفاكتور ده من الحاجات اللي بتكسر العظم، انت بتدي حاجه انهيبيتور ليه. الانهيبيتور ده اسمه مونوكلونال انتي بوديز، يعني بتقفل الريسبتور عن طريق انك انت تصنع انتي بوديز ضد هذا الريسبتور، مونوكلونال انتي بوديز. خلاص طيب هنقولهم ان شاء الله. تعالى بقى الاول مجموعه اسمها هرمونال ريبليسمنت ثيرابي. مين يا ترى الناس اللي جالها اوستيوبوروزس بعد المينوبوز؟ الستات، مش كده؟ الستات لما عدوا سن المينوبوز الاستروجين قليل، فبدا العظم يحصل فيه تدمير اكتر من البناء، فدخلنا في اوستيوبوروز اللي بنسميه بوست مينوبوزال اوستيوبوروزس. طيب تديهم استروجين نظريا صح، بس ارجع بالذاكره بقى لمشاكل. فاكر الست اللي رسمناها هنا دي، الست الجميله اللي رسمناها هنا، فاكر الاستروجين بقى كان بيعمل فيها ايه؟ مش كده؟ نوزيا وميجرين وثرومبو امبوليزم وبريست كانسر واندوميتريال كانسر وسكر عالي وجولستونز وهيباتيتس وكوليسيستيتس. لا ما ينفعش بقى، حرام عليك، حرام عليك عشان تصلح مشكله الاوستيوبوروزس تعرضها لكل هذه الاعراض الجانبيه. امال اديها ايه بقى؟ اديها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور. فاكره ان شاء الله رالوكسيفين ده بتاع العظم، فاكر؟ كان في تاموكسيفين ده بيعالج البريست كانسر، وكان في رالوكسيفين ممكن يتاخد في البريست كانسر، لكن اهم استعمال ليه كان بديل يشتغل استروجين لايك او استروجين اجونست على مستوى البون. قلناه خلاص. يبقى معلش هو مكتوب سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتورز، ومكتوب تو افويد بريست ويتوراين كانسر، صح؟ ما قالكش الاسم بقى، اعتبر على اعتمد على ذاكرتك القديمه. حط بقى الاسم ده رالوكسيفين تحديدا. المجموعة اللي بعدها مشروحة إن شاء الله دلوقتي اسمها بيس فوسفونيتس. بيس فوسفونيتس كان زمان يسموها باي فوسفونيتس، كيمياء بتاعتها يعني كده غريبة شوية فيسموهم بيس فوسفونيتس. أي دواء آخره درونيت، أي دواء يعدي عليك في الام سي كيو إن شاء الله آخره هذا المقطع درونيت، يعني هتلاقي مكتوب ألين درونيت، إتي درونيت، ويمكن الصفحة الجاية أظن كمان مكتوب أسامي تانية رايز درونيت. كلهم بقى اي حاجه فيها درونيت وانت مغمض كده ان شاء الله في الام سي كيو، يبقى ده تبع مجموعه اسمها البيس فوسفونيتس، بتتاخد عشان تبني العظم او بمعنى اصح تمنع تكسير العظم، اسمها انتي ريزوربتيف. خلاص نمره 3 الكالسيتونين هرمون اللي احنا قلناه ده. الكالسيتونين هرمون بيزود الكالسيوم جوه الخلايا بتاعه او جوه الماتريكس يعني بتاع العظم، غالبا هو بينشط الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي فتلاقيه يبني العظم. يعني تلاقي الكالسيوم في الدم قليل لما تدي كالسيتونين، لكن الكالسيوم في البون زاد. مكتوب بقى كده increases bone mass، يزود كثافه بتاعه العظم يعني، وريديوس فراكتشر ان ذا سباين. سباين هو الفقرات، اكتر مكان يا جماعه بيتاثر بالاوستيوبروز، عشان كده قلت لك بنعمل اشعه على الفقرات. لو بتدي كالسيتونين لقوا ان كثافة العظم بتتحسن، فنسبة الكسور بتاعت الفقرات بتقل. Special property of calcitonin is the relief of pain associated with osteoporotic fractures. لقوا حاجة غريبة بقى في الكالسيتونين، مش بس هيزود الكثافة ويقلل الكسور، ده لقوا ان هو كأن ليه دور مسكن، كأن كده بالظبط، هو قصده كده بالظبط، relief of pain associated with osteoporotic fracture. لما يحصل كسور بسبب هشاشة العظام بيبقى معاه ألم طبعا عنيف زي أي كسر، لقوا إن الكالسيتونين بيقلل هذه الكسور، بس يكون الكسر بقى ليه علاقة بالاوستيوبوروز، يعني لو كسر نتيجة إصابة مش هيفرق قوي معانا الاوستيوبوروزس كمسكن يعني. تمام؟ Therefore calcitonin may be beneficial in patients who have recently suffered a vertebral fracture. لهذا السبب هيبقى الدواء ده ايه مفيد في الناس اللي جالهم اصابات بسبب الاوستيوبوروزس، كسور يعني في الفقرات. It is given subcutaneous injection or nasal spray. بيتاخد على شكل subcutaneous injection او nasal spray، ما ينفعش يتاخد اورال طبعا بيتكسر، فيتاخد على شكل يا اما بخاخه في الانف يمتص من عن طريق الانف، يا اما subcutaneous تحت الجلد. Anabolic agent هتلاقيه ان شاء الله مشروح الصفحه اللي جايه، حاجه اسمها تيري باراتايد، دواء اسمه تيري باراتايد، بص كده جنبه، ريكومبيننت باراثايرويد هرمون، اللهم اجعله خير. طب انا عارف ريكومبيننت يعني متصنع
بالهندسة الوراثية بنفس تكوين الباراثورمون البشري، صح؟ طيب هو الباراثورمون البشري ده هو عبارة عن بوليبيبتايد، عبارة عن سلسلة كده من الأمينو أسيدز، كويس؟ الباراثورمون ده كان وظيفته إيه؟ ده الباراثورمون ده هايبر كالسيميك. الباراثورمون بيحرك الكالسيوم من البون للدم، ودايما يطلع قوي لو الكالسيوم في الدم قليل، تلاقي الباراثورمون بقى راحت مطلعه باراثورمون عشان يجيب لها كالسيوم من الجي اي تي ومن مش عارف البون ومن طيب يبقى هو بيعمل ايه في العظم ده؟ المفروض بيضعف العظم، بيخلي الكالسيوم قليل في العظم. جايه بقى ان شاء الله الصفحه الجايه هتفاجئ مفاجاه جميله جدا. افتكر بس ان هو ايه، تيريبيراتايد ده عباره عن جزء من الباراثيرويد هرمون مصنع بالهندسه الوراثيه. المونوكلونال انتي بودي بتاع الرانكل، انا عرفت خلاص ان الرانكل ده اللي احنا قلنا عليه بقى الاسم الفظيع ده اللي هو اختصار ريسبتور اكتيفيتور نيوكليار فاكتور كابا، خلاص المركب ده هذا الفاكتور بيكسر العظم، خلاص باختصار. وليه ريسبتور؟ وليه ريسبتور موجود؟ بينشط يا جماعه الاوستيوكلاست، جاي حالا ان شاء الله في القرايه، بينشط الاوستيوكلاست فيعمل يكسر العظم. اقفل الريسبتور بتاعه، ادي مونوكلونال انتي بودي يروح ماسك في الريسبتور، يبقى الرانكل ده اللي هو الماده الفاكتور اللي بتنشط الاوستيوكلاست وتبوظ العظمه اتقفل شغلها عن طريق مونوكلونال انتي بودي. هنسمع عنه ان شاء الله، ده اسمه دينوزيو ماب، دينوزيو ماب. وبالمناسبه لان الفارما ان شاء الله بتخلص او خلصت السنه الجايه، الفارما قليله قوي ومحدش يعني بيهتم بيها قوي زي اولى وثانيه يعني. اي حاجه اخرها ماب، اي دواء. ودي على فكره ادويه طالعه في الطب بشكل يعني سرعه الصاروخ. يبقى باختصار مونوكلونال انتي بودي، مونوكلونال انتي بودي، خلاص. يبقى ده واحد منهم اسمه دي نوزيو ماب، هو انتي بودي ضد مين بقى؟ ضد الرانكل ريسبتور. مين الرانكل ريسبتور ده؟ الريسبتور اللي بيستقبل رانكل. مين الرانكل ده يا اخوانا؟ ريسبتور اكتيفيتور نيوكليار فاكتور اسمه كابا بي، خلاص. طبعا ال دي اختصار ليجند، اللي هو الماده بقى لما بتمسك في الريسبتور يبقى اسمها ليجند. طب نيجي بقى كده للبيس فوسفونيتس. البيس فوسفونيتس مكتوب بقى have been approved for the prevention and treatment of osteoporosis، بيديك بشرة سارة ان خلاص منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت عليها. طيب ماشي، actions، انت عايز تعمل ايه في العظمة؟ عايز اقوي العظمة، صح؟ اقوي العظمة ازاي؟ والله عندك حاجتين، عندك osteoclasts بتدمر واوستيوبلاستس بتبني، صح؟ فلما تيجي تنشط الكثافة بتاعت العظام قدرت تنشط الاوستيوبلاستس، خير وبركه، ما عندناش حاجه قوي بتعمل كده، لكن اقدر اوقف شغل الاوستيوبلاستس، خلاص يبقى ده الهدف. طب نبص عليهم بقى اكشنز. البيس فوسفونيتس ديكريز اوستيوكلاستيك بون ريزوربشن، خلاص فهمت بقى، بيقللوا تكسير او تدمير او تحلل ريزوربشن زي ما تحب تسميها بقى، بيقللوا نشاط الاوستيوبلاستس. ازاي بيعملوها؟ قدرت تعرف؟ خير وبركه، ما قدرتش. هو الام سي كيو بقى خلاص كده، انت عرفت ان هو بينهبت او بيقلل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي. طيب مكتوب كده نمره ايه؟ واحد ديكريز ان اوستيوبلاستيك فورميشن اكتيفيشن، يعني الدواء ده بيقلل تصنيع اصلا تكوين الاوستيوبلاستس في العظم ونشاطها. طيب انكريز ان اوستيوبلاستيك ابوبتوزس، يخليها تموت نفسها. عارفين الابوبتوزس اللي هو يسموه كده بين قوسين مكتوب اهو بروجرام سيل ديث، يبقى انت عمال تقلل تصنيعها وتقلل تنشيطها وتموتها بالدواء ده. انهيبيشن اوف كوليسترول بايو سينثيتيك باث واي، هو الكوليسترول ده في الاوستيوكلاستس مهم قوي عشان الاكتيفيتي، عشان نشاطها لازم يتصنع جواها كوليسترول. هو بيمنع انزيم انا عمري ما بقدر احفظ اسمه، عمري ما بقدر احفظ اسمه، اسم انزيم فظيع، خلاص ولو حبيت افتكره بدور، خلاص. هو انزيم في سكه تكوين الكوليسترول في الاوستيوكلاستس، لو عملت له انهبيشن الانزيم ده انت وقفت تصنيع الكوليسترول وبالتالي قللت الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. يبقى في الاخر بقى احنا عمالين نعيد ونزيد كده، انت هبطت الاوستيوكلاستس وبالتالي هبطت الريزوربشن بتاع العظم، خليت الاوستيوكلاستس كويسه والاوستيوكلاستس قللت عددها، قللت وظيفتها،
قللت وظيفتها ازاي، منعت تكوين الكوليسترول وخليتها تموت، عملت فيها اندكشن اوف ابوبتوزس. الاسامي بقى خلاص عرفناها، اي واحد درونيت. طيب اول اتنين ظهروا تقريبا هو الالين درونيت، الين درونيت ورايزي درونيت، خلاص مي بي دوزد وانس ديلي اور وانس ويكلي. ما اعتقدش ان انت بقى ايه يعني، كتر خيرك قوي والله لو عرفت البيسفوسفونيتس شغلهم واساميهم في الام سي كيو. طيب دول بيتاخدوا مره واحده في اليوم او مره واحده في الاسبوع. رايزي درونيت، رايزي درونيت ده في ميزه احلى بقى، انه ممكن يتاخد مره واحده في الشهر اورال، مره واحده في الشهر. تعرف طبعا قصه لما تدي على فترات بعيده كده انت بتحسن الكومبلاينس، بدل ما تقول للعيان خد قرص كل يوم انت بياخد قرص كل شهر، قرص كل اسبوع بقى الاول. وبعدين بقينا حاجه احلى بقى اللي هي رايز درونيت ده موجود قرص كل شهر او جرعه كل شهر. طيب معلومه مهمه قوي، فود سيجنيفيكانتلي انترفيرز وذ ذا ابزوربشن اوف اورال بيسفوسفونيتس. لازم يتاخدوا على معده فاضيه، معده فاضيه يعني قبل الاكل بثلاث مش ثلاث ساعات، قبل الاكل بنص ساعه كويس. ولازم معاهم كميه كبيره جدا 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 من الميه، لو اتاخدوا من غير ميه كتير. ولازم العيان يبقى واقف على فكره بالمناسبه، لازم يبقى العيان واقف. في ناس بتقول لك خليه ممكن قاعد كده بس فارد نفسه، بس الافضل يكون في الابرايت ستاندنج او ابرايت ستاندنج يعني واقف، ابرايت يعني قاعد كده بس ايه مش نايم على السرير يعني، قاعد على السرير. لان بيعملوا اريتيشن جامد قوي في الاسوفجس لو ما خدناهمش واتحشروا كده في سكه الاسوفجس ومعهمش ميه كتير والعيان نايم مثلا او شبه نايم كده، هيعملوا التهاب فظيع في الاسوفجس. طيب يبقى اقرا بقى كده ال ان بي دي، كلام لطيف جدا. البيس فوسفونيت شود بي ادمنسترد وذ 1 لتر اوف بلين ووتر. بلين ووتر يعني ميه، مش عصير بقى ومش ميه عليها حاجه، لا ميه بلين، ميه ساده خلاص. ات ليست 30 مينتس بيفور ايتينج بريكفاست، قبل الفطار الصبح، او 30 دقيقه قبل اي دواء عشان ما يحصلش مشكله في الامتصاص خلاص. patient should stay in the upright position، يفضل واقف كده نص ساعه، صعبه جدا مش كده يعني، standing او upright. upright ماشي، upright يعني قاعد كده على السرير بس ايه ما نمشي بقى، ما اخدش البتاع ده واروح مقلوب كده على السرير يجي لي مشكله في الاسوفجس. ايه بقى الفكره؟ يفضل نص ساعه متذنب كده ليه بقى؟ to minimize esophageal irritation. طيب اللي بعدها، for patients unable to tolerate oral bisphosphonates. في ناس يقول لك لا مش طايقهم، مش طايقهم خلاص، مش طايقهم ليه يا ابني؟ اصل انا بحب الصبح اكل، اصحى اكل، مش هقدر استنى نص ساعه. ماشي، ما بقدرش اقعد نص ساعه على حيلي كده، لازم انام، لازم اكل معاهم حاجه، لازم بيضايقوني في بيعملوا لي حرقان في الاسوفجس، ففكرت اخد يعني مش نافع التعليمات معاه. ده يقول عليه بقى انتولرنت. طلعوا لي ايه بقى الانتولرنت ده؟ طلعوا لي انتروفينس، واحد منهم بيتاخد في الوريد اسمه ايبان درونيت، ايبان درونيت خلاص. ده بيتاخد انتروفينس، بص بقى الحلاوه، مره واحده كل 3 شهور. يبقى انت اخدت بالك اللي فوق الالين درونيت والرايز درونيت كان بيتاخد اورال مره في اليوم، وبعدين اتحسنت القصه بتاعت الاورال ده بقى بيتاخده اورال مره في الاسبوع، وبعدين الرايز درونيت بقى اورال مره في الشهر. الايبندرونيت بقى بيتاخد انتروفينس لان مش مستحمل الاورال مره كل 3 شهور. في دواء بقى فيهم اسمه زوليدرونيك اسيد، ده على فكره مشتقات اسيدك عشان كده بيلسعوا في الاسوفجس، مشتقات حمضيه. دواء اسمه زوليدرونيك اسيد، ده جميل بقى، تروح كده كل سنه عياده الحشاشه يحقنوك. طبعا ادويه دي غاليه جدا، بتوع كل 3 شهور وبتوع كل سنه، ده دي حاجات خرافيه في السعر. حتى اللي بتاخد اورال مره في اليوم ومره في الاسبوع ومره في الشهر، دول برضو فيهم تكلفه عاليه. لكن الجداد بقى اللي هو الايباندرونيت اللي انتروفينس كل 3، والزوليدرونيك اسيد اللي هو مره انتروفينس كل سنه، ادويه مكلفه جدا خلاص. طيب اللي بعده ادفيرس افكت، خلاص انت عرفتهم مفيش غيرهم. العيوب بتاعتهم بص، اسوفوجايتس التهاب في المريء، واسوفجيال السرز قرحه في المريء عشان بيحرقوا. وعرفت ازاي تتجنبها؟ رجع كلمك بقى تاني قال لك تو مينيمايز
ده ريسك اوف اوسوفاجيال اريتيشن عشان تقلل مشكله الحرقان بتاع الاسوفجس والقرح. عرفنا بقى بيشنت لازم ياخدهم مع لتر ميه على الاقل وشود ريمين ابرايد فور ات ليست 30 مينتس. يفضل قاعد كده ايه يعني منتصب كده القامه لحد ما يعدي 30 دقيقه. مين ما ياخدهمش؟ رينال امبيرمنت. تفتكر ليه في رينال امبيرمنت ممنوعين؟ عشان معتمدين في التخلص منهم على كده. ممكن يعلوا قوي بقى ويعملوا مشاكل احنا يعني ايه لسه ما عرفناش قوي على المدى البعيد بيعملوا مشاكل ايه، بس تجنبهم لو في مشكله في الكدني. طبعا بيبتيك ألسر متوقعه، زي ما بيحرقوا المريء هيحرقوا المعده. فلو هي قرحه اصلا يبقى ساعتها في مشكله كبيره، وخلي بالك هم لازم يتاخدوا قبل الاكل، فعندنا مشكله بقى من احتمالات ان يحصل مشاكل الالسريشن وغيره عاليه جدا. يبقى عرفنا كده البيس فوسفونيتس. التريباراتايد المفاجاه، المفاجاه ان ده عباره عن باراثورمون مصنع بالهندسه الوراثيه، فيسموه ريكومبيننت باراثيرويد هرمون. طيب بص، هو ريكومبيننت الهرمون كله؟ لا، تخيل جابوا جزء من الهرمون صنعوه بالهندسه الوراثيه، فطلع بقى التريباراتايد ده. اقرا كده معايا، ريكومبيننت سيجمنت، جزء سيجمنت من الهيومن باراثيرويد هرمون بيتاخد سبكوتينس. طبعا انت متوقع مش هينفع يتاخد اورال، ده بولي بيبتايد يتكسر على طول بالانزيمز بتاعت الجي اي تي زي الانسولين كده، تمام؟ فهيتاخد سبكوتينس لعلاج الاوستيبوروز، ماشي. هيتاخد سبكوتينس مره في اليوم، متشكرين. بون فورميشن از ذا بروميننت افكت او بريدوميننت افكت، بينشط البون فورميشن. فاكر الصفحه اللي فاتت قال لك عليه انابوليك ايجنت؟ ان شاء الله ما نكونش نسينا. كان في ادويه بتمنع تكسير العظم اللي سماها انتي ريزوربتيف، اللي هو الاستروجين والاحسن منه جالوكسيفين، البيس فوسفونيتس اللي احنا شرحناها، والكالسيتونين. طيب في واحد بقى بناء، مش بس بيمنع تكسير العظم، لا ده بيبني عظم، اللي هو ده تيري باراتايد. خلاص، لما تاخد بقى يا جماعه، بص الحاجه الغريبه فيه، لو اخدت الباراثورمون كله على بعضه كده، لو اخدت الباراثورمون كهول هرمون وبيطلع باستمرار، بيطلع كونتينيوسلي في الدم، هيعمل بون ريزوربشن، هيكسر العظم ويخليه الكالسيوم اللي فيه يروح للدم. خلاص، لما صنعوا جزء بس، لما اخدوا سيجمنت من الباراثورمون صنعوها بالهندسه الوراثيه وبقى يدوها، سموها ساعات بالساتايل. بالساتايل يعني نبضات، يعني مره واحده، ادي جرعه واحده في اليوم، ادي جرعه واحده في اليوم. خلاص، ساعتها لقوا انه بيحسن الاوستيبلاستيك اكتيفيتي، يعني بيبني عظم. مش عارف بقى مفهوم ولا لا. يبقى الهرمون على بعضه، الباراثيرويد هرمون على بعضه، لما بيطلع بشكل مستمر كده بيعمل حاجه يسموها ريزوربشن اوف بون، يحرك الكالسيوم من العظمه للدم، يعلي الكالسيوم في الدم، وده بيبقى مطلوب طبعا لو في هايبوكالسيميا. بس على المدى البعيد العظمه بتخسر كالسيوم فتبقى ضعيفه، معرضه ان يحصل اوستيوبوروزس. لما اخذوا سيجمنت من هذا الدواء صنعوها بالهندسه الوراثيه وادوها مره في اليوم بس، جرعه بلس نبضه كده، خلاص، لقوا ان هو بيحسن بناء العظم. ده اللي مكتوب بقى عندنا، البون فورميشن از ذا بريدوميننت افكت باي، بص بقى، preferentially stimulating osteoblastic activity over osteoclastic. بينشر الاوستيوبلاست، بينشط الاوستيوبلاست، فيبني بيبني عضل. وعرفنا ان هو بيعمل انه بوليبيبتايد، يبقى لازم يتاخد تحت الجلد مره واحده في اليوم. تيري باراتايد should be reserved for patients at high risk of fractures. يعني مش كل عيان عنده اوستيوبروزس، اللي هو ده على فكره غالي، اي حاجه متحضره بالهندسه الوراثيه غاليه جدا. فمش كل عيان عنده هشاشه العظام هتديله تيري باراتايد، انت هتديه للناس اللي معرضين ان يحصل عندهم كسور، عنده هاي ريسك اوف فراكتشر، يعني لسه بيشتغل، بيتحرك، بيمشي، بيروح، معرض لاصابه من اي سبب من الاسباب، ده ممكن تديله بقى التيري باراتايد. تمام؟ اخر دواء بقى فهمناه والله، اسمه دي نوزيو ماب. ماب يعني ايه؟ مونوكلونال انتي بودي. بيعمل ايه بقى؟ ادي الاوستيكلاست اهي، عليها ريسبتور، الريسبتور ده اسمه رانك ريسبتور او رانكل، عشان يبقى يعني ايه، قلنا زي الكتاب. خلاص،
عرفنا الاختصار، مش مهم تعرف الاختصار. ريسبتور اكتيفيتور نيوكلير كابا بي ليجند. المادة دي هذا الفاكتور لما بيجي يمسك في الريسبتور بتاعه بينشط الاوستيوكلاست، بينشط الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، فالعظم بيتحلل ريزوربشن. عملت انت ايه بقى؟ صنعت عن طريق الهندسة الوراثية مونوكلونال انتي بودي ضد هذا الريسبتور، بس كده قفلت الريسبتور. يجي بقى الرانكل ده لما يطلع يجي يمسك في الريسبتور عشان ينشط الاوستيوكلاست يلاقيها مقفولة بالدواء، يبقى انت كده منعت ان يحصل بون ريزوربشن. طيب مكتوب كده بقى عندنا is a monoclonal antibody that targets، يروح فين بقى؟ بينشن على مين؟ receptor activator nuclear factor kappa b، اسمها kappa b ligand، بيقفل الريسبتور بتاع المادة دي خلاص، and blocks osteoclastic activation، منع ان يحصل activation في الاوستيوكلاست. بيتاخد في ايه بقى؟ approved for treatment of postmenopausal osteoporosis، برضو في السيدات اللي عندهم high risk of fracture. الادويه الغاليه دي بقى للناس اللي ايه معرضين لاحتمالات كسور عاليه، هو والدواء اللي فوق اللي اسمه تيريباراتايد. طيب مونوكلونال انتي بودي يعني بروتين صح؟ مش هي كده؟ انتي بودي عباره عن بروتين، فلازم يتاخد، ما ينفعش اورال، يبقى عامل بقى زي التيريباراتايد كده، لازم يتاخد سبكيوتينس، هو كل 6 شهور. احنا عندنا حاجات متطوره قوي مش كده؟ فاكر البيسفوسفونيتس؟ فاكر مش كده؟ مره في الاسبوع، مره في الشهر، مره انتروفينس كل 3 شهور، مره انتروفينس كل سنه، مش دول قلناهم فوق؟ طيب التيري باراتايد كان بيتاخد لازم يوميا، اللي هو الجزء في السيجمنت بتاع الايه باراثرمون المصنع بالهندسه الوراثيه. الدينوزيوماب هيتاخد سبكوتينس برضه، بس هو كل 6 شهور. العيوب بتاعته ايه بقى؟ increased risk of infection. الجزء بقى بتاع الرانك ده والرانك ليجند ده والريسبتور بتاعته ليها ادوار في المناعه وليها ادوار في السرطان، مش بس شغل على الاوستيوكلاست مش كده؟ فلما تقفل الريسبتور ده يبقى انت بتعرض العيان لانفكشن، بتعرض العيان لمالجنسي، بالذات المالجنسي اللي يسموها سكندري، يكون في مالجنسي في حته وانتشرت. هايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا ليه هايبوكالسيميا؟ ما الاوستيوكلاست لما كانت بتشتغل كانت بتطلع لك كالسيوم من العظمه للدم صح؟ انت قافلها، قافل الريسبتور بتاعها، فالكالسيوم في الدم يقل. ديرماتولوجيكال رياكشنز اللي هي بقى مشاكل على مستوى الجلد بقى، مشاكل حساسيه، مشاكل ليها علاقه باوتو اميون ديس اوردرز، مش مجالنا بقى. طيب امتى هستعملهم الادويه الدينوزيوماب ده؟ انا قلت في الايه في الكلام هاي ريسك، الستات اللي عندهم هاي ريسك اوف فراكشر. رجع بقى قال لك it should be reserved، يعني نحتفظ بهذا الدواء for women، للسيدات intolerant مش قادرين يستحملوا or unresponsive او ما استجابوش ل other osteoporosis therapy. يعني بقى حضرتك جربت معاهم، طبعا اشهر مجموعه جربت معاهم البيسفوسفونيتس مش طايقينهم، الحرقان بقى بتاع الاسوفيجاس ومش قادر افضل قاعدة نص ساعة ومش قادر اخدهم على معدة فاضية، مش قادر انفذ التعليمات خلاص، او جربت البيسفوسفونيتس وما جابوش نتيجة معاه، الاوستيوبروزيس لم يتحسن، ساعتها بقى اديها بقى ايه؟ ادي نوزيو ماب. تم بحمد الله الجزء بتاع المنهج بتاعنا بقى، الموديول بتاع الريبرودكشن كده، الفارما خلصت الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله. وانا النهارده شفت كده مجموعه بسيطه واحنا بنشرح العملي وطمنتهم، العملي عشان برضو اطمنكم يعني، العملي مضمون باذن الله بالنظام اللي اتعمل في الامتحانات، ان انا ذاكر نظري وبعدين عملي. العملي في سنه تانية بالذات، يمكن حتى في اولى محتاج شويه مجهود لان في تجارب وقصه كده في الاوتونوميك، لكن في سنه تانية نظري وبتطبقه. بس تذاكر مثلا النيوروساينس، تقرا لك كلمتين كده في الابيليبسي، تلاقي حاله ابيليبسي تاني يوم ان شاء الله في الامتحان او بعدها بيوم يعني، هتكون خلاص ذاكرت النظري. كل اللي عليك بس تفتكر في النظري حاله الابيليبسي الفلانيه كان علاجها الدواء الفلاني بس. في الاندوكراين هتكون ذاكرت دايابيتس وثايرويد، وذاكر علينا حاجه تانيه انا مش فاكر يعني، بس على الاقل الاثنين الكبار دول
كويس، ذاكرتهم نظري ان شاء الله كويس قوي، وبعدين تيجي في الامتحان العملي تلاقي حالة دايابيتس بيسألك نفس الكلام. تايب 1 بنعالجه بايه؟ تايب 2 بنعالجه بمين؟ طب الدواء ده بيشتغل ازاي؟ طب عيوب الدواء ده ايه؟ كلام نظري بس متنكر على شكل حالة بالظبط، والله مفيش فيه جديد. فلا تقلقوا من العملي ده خالص خالص، ويكفي جدا لو حتى عندي نص يوم ما بين النظري والعملي كفاية. كل اللي عايز اعمله ان انا ابص في الداتا اللي اتبعتت من قسم الفارما في العملي، الاقي كده سكيم في الحاله الفلانيه بنستخدم في الاول كذا وفي الاخر كذا، فما تقلقوش. العمل ان شاء الله مضمون باذن الله، وربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله كده. قبل امتحان النظري هقول لكم بس ايه، يعني مش تنشينات ولا تخمينات ولا حاجه، بس بيبقى معروف، يعني بيبقى معروف ان الادويه الكبيره هي اللي بتيجي. ما فيش عندنا مشكله الاسامي ادويه بقى اللي بتعكن حياتنا دي، مش هيقعد يسالني زي الام سي كيو بقى يجيب لي اسم دواء ويقعد يلعب بيا بقى، لا. هو مجموعه مثلا كالسيوم شانل بلوكرز، خلاص مش هتكلم عليها كلها طبعا من اولها لاخرها، الكلام ده بطل في الامتحانات، بس يقول لك مثلا ايه ميكانيزم اوف اكشن، ثيرابيوتيك يوزز، استعمالاتهم الطبيه ايه، خلاص. فالموضوع في النظري ان شاء الله في النظري مفيش منه خوف، بالعكس والله النظري بيبقى خلاص انت تقريبا عارف انت هتتسال في ايه في كل موديول، عارف الاسامي الكبيره، الاسئله بتيجي في النقط المهمه في كل دواء. والعملي زي ما اتفقنا مفيش منه ان شاء الله خوف خالص باذن الله، واحنا ان شاء الله معاكم باذن الله كده لحد ما نعدي بقى من الامتحانات، وربنا ان شاء الله كده يجمعنا على خير دايما. واشكركم جدا، ويعني شرف ليا والله معرفتكم، في ناس عرفتها من سنه اولى وفي ناس عرفتهم السنه دي، كل الناس والناس اللي معرفتهمش كلهم على راسنا، وشرف عظيم والله ان احنا يعني ايه مرينا كده مرور الكرام في مسيرة الطب بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.